يوسف تسمعني؟ واضح دكتور اسمعك. تمام، يعني ما ادري ليش طلع من الميتينج، انا ما اعرف يعني ما سوى شيء. تمام، ماكو مشكله، يمكن فصل ما كنت.
باسمه تعالى نبدأ ندوتنا لهذا اليوم، حيث يتألق الفرع الطلابي لجمعية مهندسي النفط العالمية لجامعة البصرة للنفط والغاز باستضافة الدكتور يوسف الأسدي لتقديم محاضرة بعنوان مقدمة في الجيوميكانيكس وتطبيقاتها في صناعة النفط. بالبداية أحب أعرفكم عن نفسي، الطالب يوسف طه ياسين مرحلة ثالثة في جامعة البصرة للنفط والغاز قسم هندسة النفط والغاز ورئيس الفرع الطلابي لجامعة البصرة للنفط والغاز. إذن باسم الفرع الطلابي أحب أن أرحب بجميع الحضور الكرام ونتمنى ليلة سعيدة للجميع، وأخص بالشكر الدكتور يوسف لقبوله الدعوة لتقديم الندوة لهذا اليوم. والآن مع وقفة سريعة على خبرة محاضرنا لهذا اليوم، دكتور يوسف شغل مناصب عديدة ومختلفة ضمن قطاع النفط والغاز وبخبرة تزيد عن 12 عام في هذا القطاع. دكتور يوسف حصل على البكالوريوس من جامعة البصرة عام 2008 وحصل على الماستر في الجيولوجيا الهيكلية عام 2010 بالإضافة إلى شهادة الدكتوراه في جيولوجيا النفط عام 2021، حيث نشر عديد من البحوث في مجال الجيوميكانيكس. أيضاً دكتور يوسف عمل مع مختلف الشركات النفطية العالمية كشلمبرجي وهاليبرتون بمناصب مختلفة في البتروفيزيكس والجيوميكانيكس والمادلوجين، بالإضافة إلى كونه مختص في العديد من البرمجيات النفطية كالتكلوج والبترول.
الآن فقط أريد أن أنوه على النشاطات القادمة للفرع الطلابي. سيقيم فرعنا الطلابي كورس لمدة 3 أسابيع بعنوان The Operation and Evaluation of the Casing and Cementing. الكورس مقدم لجميع الطلبة والخريجين من مختلف الأقسام في النفط والغاز. الكورس سيقدم من قبل عديد من الخبراء في المجال ومن مختلف الشركات، وأخص بالذكر شركتي شلمبرجي وهاليبرتون، بالإضافة إلى خبير متقاعد تتجاوز خبرته 30 عاما. كما أوضح أمامكم محاضرينا لهذا الكورس الدكتور حسين أحمد، المهندس محمد سعد من شركة شلمبرجي، المهندس مصطفى جابر من شركة شلمبرجي، المهندس مصطفى ستار من شركة هاليبرتون، بمحاضرة مشتركة مع أستاذ عادل لاب مانجر في شركة هاليبرتون، المهندس بشير طالب من شركة شلمبرجي، المهندس مصطفى الربيع من شركة شلمبرجي، الأستاذ منتظر كاظم من شركة شلمبرجي، الأستاذ صلاح من شركة شلمبرجي، الأستاذ أمان من شركة هاليبرتون، المهندس محمود رضوان من شركة أمل للبترول، والمهندس طيبة من شركة شلمبرجي، وأخيرا المهندس حيدر وليد من شركة هاليبرتون. أيضا الاستمارة الخاصة بالكورس سيتم إرفاقها بالشات بوكس في نهاية المحاضرة للراغبين في المشاركة في كورس السمنت. أخيرا أحب أن أنوه بأن الأسئلة ستكون في نهاية السيشن، فتقدرون تكتبون جميع استفساراتكم بالشات بوكس. والآن دكتور يوسف المايك معك، نتشرف بوجود حضرتك معنا يعني بهذه الندوة، الآن تقدر تباشر. السلام عليكم. شكرا يوسف على المقدمة، وطبعا الشكر للجهود المقدمة من عندكم. شوف عندكم تعاون هواية مع الشركات الأجنبية ومع الخبراء اللي موجودين يشتغلون بالقطاع النفطي. محاضرتنا اليوم، بس أسوي شير للسكرين مالتي. إذا تشوف يوسف واضحة دكتور، هسه فول سكرين. محاضرتنا اليوم إن شاء الله راح تكون على الجيوميكانيك in general. طبعا راح نتكلم عن الميكانيكال ايرث موديل والبور ستابيليتي اناليسيس والابلكيشن مالتها بالدرينج والفيلد ديفلوبمنت بلانينج. انا يوسف الاسدي، حاليا اشتغل بشركه شتنبرجر كمهندس اقدم بالدرينج والريزرفوار جيوميكانيك. طبعا بديت بالجيوميكانيك من عدة سنوات، وكانت بدايتي في خارج العراق أبو ظبي، وكان عندنا خبرة أنه اشتغلنا على عديد من الحقول بالشرق الأوسط وخارجه. شفت أنه الجيوميكانيك أنه فد موضوع مهم، والتخصص به هو فد شيء أساسي خاصة بالأويل أند غاز إندستري، طبعا إضافة إلى تطبيقات بالهندسة المدني، وهذه بس إلى أهمية جدا واسعة بالأويل والغاز إندستري. عندنا يعني ضعف بالاختصاص بالعراق، يعني بحكم طبيعة الحقول مالتنا خاصة بالجنوب، بس شفنا أنه بشمال العراق أنه الجيوميكانيك جدا مهم، أنه لازم يكون applied كل الستيجز مال oil and industry gas oil and gas industry cycles. اليوم انا راح انطي بس بيسك، يعني فيري بيسك، اي ويل جو وذ الميكانيك الروك ميكانيك، وبس راح نشوف الابلكيشن بالديتيلز. راح انطيكم الاوتلاينز، يعني كما اعرف اللي حضور اغلبهم طلاب، ممكن انه يكون هذا المحاضره كستيب اول انه انتم تخوضون بهذا الاختصاص. طبعا الاجنده للبرزنتيشن اليوم، راح نبدي بالروك ميكانيك كونسبت، راح نحكي بيها الستريس والسترين، الاستيك بروبرتيز، سترينث اند فيلر. بعدين راح ندخل بالميكانيكال ايرث موديل، الكونسبت مالته شنو هو الميكانيكال ايرث موديل، why we are using rock mechanics، وبعدين راح نشوف الميكانيكال ايرث موديل بالديتيلز مالته، يعني تفاصيله. وراها يعني الجزء الثالث من البرزنتيشن راح يكون مختص بالدرلينج او ال 1D جيوميكانيكس موديلينج. راح نشوف اكزامبل، طبعا هذه كلها الاكزامبلات اللي موجوده هنا هي ريال اكزامبلز، حقول عندنا موجوده بجنوب العراق حاليا احنا اشتغلناها، يعني انا شخصيا اشتغلتها، لازم اكثر من بروجكت اغلبها حفر جنوب العراق.
فراح نبدي نشوف شلون نسوي البلاند ويل، شنو الاوفست اللي ناخذها، شلون نسوي الاناليسيس مالتنا، شنو الداتا اللي نحتاجها. بعدين ننتقل انه نشوف البلاند ويل او السبجكت ويل جيوميكانيك اناليسيس، شلون راح نسوي وهو بعدنا احنا ما حافرين، يعني راح نشوف الطريقه اللي احنا راح نسوي بها الجيوميكانيك موديل للبلاند ويل. وراها راح نشوف فد اكزامبل او ريال كيس لل 3 دي جيوميكانيك موديل. بعدين ننهي المحاضره بالكويشن والانسر، وان شاء الله تستفادون من المحاضره. سو بدايه عندنا الروك ميكانيك كونسبت. طبعا هنا انا مثل ما قلت انه ما راح اروح بالديتيلز، لان الجيوميكانيك هو فد علم واسع بتفاصيل كلش هوايه، بس هو فرع من الهندسه، وخاصه من الهندسه المدنيه او الجيولوجيا الهندسيه. يعني هو فد فرع مختص او مشترك بين الجيولوجيا الهندسيه والهندسه المدنيه. طبعا الاستخدامات مالته نقدر انه نستخدمها بجانبين، جانب السيفل انجينيرنج والجانب الثاني اللي هو بالاويل لاين غاز اندستري. الفكره مال الجيوميكانيك انه احنا هنا جاي نشوف الاستجابه مال الصخور اللي موجوده، اللي احنا ممكن نعتبرها طبقاتنا اللي احنا جاي نحفر يعني خلالها اثناء عمليات الحفر، وبعدين حتى احنا نريد ننتج النفط. جاي نشوف الاستجابه مال هذه الصخور وعلاقتها مع تغير الستريسز اللي راح يصير عندنا، وراح نشوف شنو هو انواع الستريسز الموجوده. تغير البريشر، طبعا البريشر نقصد به هنا الفلويد بريشر او الفورميشن بريشر، تغيره ايمتى؟ لما ما ننتج احنا ويكون عندي ديبليشن بالبريشر، ولما ما اسوي مينتين للبريشر مالتي ويكون عندي يعني جاي اسوي انجكشن حتى اسوي مينتين للبريشر. فهذه الديبليشن اللي راح يصير، انكريز بالبريشر والديكريز اللي راح يصير، راح يكون له تاثير على الروك بيهيفرز اللي موجوده بالطبقات اللي جاي نحفر من خلالها، اضافه الى حركه الفلويدز اللي موجود عندي بالريزرفوار او بالاكويفر اللي موجود بالطبقات، هم راح تاثر على الجيوميكانيك. كذلك التغير اللي يصير بالتمبرتشر طبعا له تاثير ايضا على الخصائص الجيوميكانيكيه للصخور. فبدايه احنا شنو جاي يصير عندي؟ يصير عندي ديفورميشن، يعني يصير عندي فد تشوه معين، بعدين راح يصير عندي تشنج بالبروبرتيز، يعني مثلا يصير عندي فراكتشر بالصخره، وبعدين يصير عندي فيلر انه يصير تهشم عندي بالصخره. فهذه هي السايكل مال يعني مال جيوميكاني، خلينا نقول انه احنا عندي فد تغير صار فد وحده من المواصفات اللي ذكرتها راح يؤدي الى فراكتشر، يؤدي او فراكتشر بالصخور، وبعدين راح يصير عندي فيلر. الفيلر هو احنا ما يقدر الماده ما تقدر ترجع لوضعها الاصلي. فهذه هي بالضبط، هي هنا بدينا انه يصير عندي ديفورميشن، وبعدين صار عندي فيلر اللي هو صار عندي تهشم بالصخور. نعم. هسه الجيوميكانيك طبعا الابلكيشن مالتها او اليوز نقدر نقول انه احنا نقدر نستخدمها كافه انواع الحقول اللي موجوده عندنا، الحقول اللي احنا جاي نحفر بها. على سبيل المثال عندنا فد حقول يسموها هي الحقول الانكونفنشنال، وعندنا حقول كونفنشنال. طبعا كل الحالتين انه احنا نقدر نستخدم الجيوميكانيك، كل الحالتين عندنا طرق معينه انه نقدر انه نحسب الخصائص الميكانيكيه للصخور، ونحسب الفيلر، ونحسب ونربطها بالاوبريشن اللي موجود عندنا. دراستنا للجيوميكانيك او للخصائص الميكانيكيه للصخور راح تساعدني انه انا اسوي مانج للروك بيهيفر، انه انا اتحكم بالروك بيهيفر، يعني انا اتحكم امتى يصير عندي فيلر، انا اتحكم مثلا امتى ما يصير عندي فيلر، احاول انه اسوي بالانس بين البارامتر اللي راح استخدمها اثناء الاوبريشن وبين البيهيفر اللي راح يصير، اللي الروك بيهيفر اللي هو ممكن انه يؤدي الى مشاكل طبعا، يصير عندي نون برودكتيف تايم، ويصير عندي لوس بالكوست اللي موجود عندي. فهواي تفاصيل بيها راح نجي ان شاء الله عليها بالتفصيل بالسلايدات الجايه. ارتباطها طبعا راح يكون بالفيلد انجينيرنج بروبلمز اللي هو انا قلت عليه، انه راح يكون يعني ارتباطها مباشر بالاوبريشن وخاصه بالدرلينج، اضافه الى عندنا بعد تفاصيل اخرى مثل فراكتشرنج، برودكشن، كومليشن راح نشوفها ايضا بالسلايدات اللي جايه.
راح الجيوميكانيك ايضا يساعدني على انه يصير عندي اكسس كل الداتا اللي موجوده عندي بالفيلد. ليش؟ لان انه انا حتى اسوي يعني موديل جيوميكانيكي احتاج داتا واسعه، طبعا احتاج لوج داتا، احتاج كور داتا، احتاج درولينج داتا، احتاج غاز داتا، احتاج مد لوجينج، ماستر لوج، ليثولوجي، دراسات سابقه، يعني هواي شغلات وتفاصيل احتاجها حتى ابني الموديل الجيوميكانيكي اللي راح اسوي الفد بير معين او الفيلد. طبعا تفاصيل اخرى مثلا انه احنا الجيوميكانيك او الفيلير راح يصير عندنا انه احنا ممكن نحوله الى، هو فيلير بس احنا نحوله الى ادفانتج، انه احنا يعني نحل بيه مشكله. ويعتبر مثل ما قلت بالبدايه انه هو عباره عن انه فرع من فروع الهندسه المدنيه او الجيولوجيا الهندسيه. بالنسبه للعناصر خلينا نقول او الانجريدينتس اللي احنا نحتاجها حتى نبني الموديل الجيوميكانيك، طبعا اول شيء هو الستريس، يعني لازم يكون عندي فد معلومات عن الستريس. ومثل ما تشوف هنا طبعا عندنا نوعين من الستريس اللي هو النورمال ستريس والشير ستريس. النورمال ستريس طبعا راح يكون عمودي على خلينا نقول على البوينت اللي احنا مسلطين عليها الستريس، في حين الشير ستريس هو راح يكون موازي للمحور البوينت، يعني راح يكون بشكل مماسي بالضبط. وكل ستريس طبعا يعني كل بوينت راح يكون عليها يعني ستريس من ثلاث اتجاهات، مثل ما جاي نشوف هنا بالشكل. عندي هنا عندي باتجاه الاكس والواي والزد، يعني راح يكون عندي مثلا هنا عندي فد مكعب، نفرض انه عندنا فد مكعب، فراح يكون عندي بالثلاث اتجاهات راح يكون عندي الستريس اللي موجود عندنا. بالنسبه للسترين هو التغير اللي او يعني الديفورميشن اللي راح يصير على الطبقه او على الصخره بنفس الاتجاه مع الستريس. يعني مثلا لما يكون عندي نورمال ستريس اللي هو خلينا نقول العمودي، فالتغير اللي راح يصير بالاتجاه العمودي يعني نفس الاتجاه، في حين لما يكون عندي شير ستريس هو نفس الشيء، التغير راح يصير باتجاه الشير ستريس، يعني باتجاه المماسي على على البوينت او على السطح اللي موجود عندي اللي جاي يعني جاي يتعرض الى الستريس اللي موجود عندي. العوامل الثانيه او الانجريدينتس اللي احتاجها بعد حتى يكون عندي فهم، طبعا هي الجيوميكانيك بها تفاصيل كلش هوايه، اذا اريد نخوض بها يعني احتاج لنا كورس من يعني من 5 إلى 10 أيام، بس انا رديت بس يعني اشرح بس على الشغلات اللي راح نستفاد من عندها حتى نبني الموديل الجيوميكانيكي البير او الحقل. فهنا عندي الالاستيك بروبرتيز، الالاستيك بروبرتيز طبعا عندي اثنين وبها انواع تفاصيل هواي، عندي اليوم موديولوس اللي هو يمثل لي النسبه بين الستريس على السترين اللي موجود، وطبعا السترين مثل ما قلت هو باتجاه الستريس. بالنسبه للبايزر ريشيو هو يمثل لي التغير بالاتجاه، باتجاه العمودي وبالاتجاه الافقي، يعني نسبه السترين بالاتجاه العمودي ونسبه السترين بالاتجاه الافقي. بالنسبه لليونج موديولس والبايزر ريشيو طبعا بيها نوعين، النوع الاول اللي يسموه دايناميك، الدايناميك ستريس الدايناميك يونج موديولس، والنوع الثاني هو الستاتيك يونج موديولس او بايزن ريشيو، اثنيناتهم نفس الشيء. بالنسبه للدايناميك هو اللي احنا نقيسه بال يعني باستخدام اللوج او باستخدام ال السايزميك، نسوي سايزميك انفرشن ونطلع من عنده بعدين الدايناميك او الستاتيك. بالنسبه للدايناميك العفو، بالنسبه للستاتيك هي الميجرمنت الدايركت اللي راح يصير، يعني مثلا نجيب كور وراح نسوي عليها فد نسوي عليها فد تيست اللي هي الميكانيكال تيست يسموها، وراح نحصل على فد بوينت عند كل عمق، هذا اللي يسموه الستاتيك. فاحنا هنا الفكره انه جاي الستاتيك هو المهم بالنسبه لنا، فاحنا لازم نوجد علاقه بين الستاتيك والدايناميك حتى نقدر انه نحصل الستاتيك على كل البروفايل الفيلد. يعني انا عندي نقاط معينه راح تكون بالكور مثلا او في مكان بالفيلد،
هذه انه احنا لازم نحصل، يعني لازم ناخذ لها يعني نشوف بينها وبين اللوج فد علاقه معينه حتى نحصل الستاتيك على كل البروفايل مال البير، وهذه هم راح نشوفها بالسلايدات الجايه. الشغله الاخيره اللي نحتاجها هسه، احنا حكينا على الستريسز اللي موجوده والسترين اللي لازم يكون عندي فهم لها، يعني لازم تقروها بصوره يعني تفصيليه، لازم تفهمون شنو نقصد بالستريس وشنو انواع الستريس، شنو السترين. بعدين نجي الاستك بروبرتيز، شنو علاقتها بالستريس، شنو علاقتها بالسترين. بعدين نجي للروك فيلر والسترينث اللي هي للروك. هذه طبعا كلها تعتمد على اليمن، تعتمد على شيء اسمه موهر كول، تعتمد على فد اللي هي سيركل او فد يعني فد نظريه يسموها الموهر كولوم. طبعا بي تفاصيل بهذا الشير ستريس بالافكتيف او النورمال ستريس، وهذه المعادلات مالتها انه اليو سي اس شو تساوي، وقوه الصخور تعتمد على يمن، تعتمد على الفيلر اللي يصير بالصخور، العفو يعتمد على السترينث مال الصخره اللي هي مثل اليو سي اس مثلا. وعندي مثلا شير فيلر يمتى يصير عندي، شنو الكوهيجن، هذه كلها التفاصيل مالته. هذا هو الفيل الانفلوب مثلا، فريكشن انجل ليش احتاجها، شنو راح استفاد من عندها، هذا كله راح نشوفه لما نبني المدير الجيوميكانيكي مالتي. كل هذه التفاصيل طبعا موجوده عندي هنا بالمال معادلات، ما اريد اخذ بالمعادله بصوره تفصيليه. يو سي اس هنا واحد من اهم الانجريدينتس الموجوده عندنا حتى ابني الميكانيكال ايرث موديل، واليو سي اس هو يمثل لي الانكونفايند كومبريشن سترينث للصخور اللي موجوده. طبعا هنا انا ليش جاي اسوي جيوميكانيك؟ هذا عندي فيلد وعندي ويل، شنو احتاج بالنسبه للويل وشنو احتاج بالنسبه للفيلد. اول شغله انه انا لازم يكون عندي داتا، هنا انا داتا مالتي ممكن يكون سايزميك، ممكن يكون 3D. من خلال هاي الداتا طبعا اجي احفر اول بير، خلينا نقول فد هذا يعتبر اكسبلوريشن ويل. ميكانيك اقدر احدد البيسك بوينت، وهذه تعتمد على الطبقات اللي موجوده عندي هنا، واللوس الاكسيدنت عندي بالطبقات. احدد المناطق اللي يكون بها اوفر بريشر، طبعا هذه كلها راح نشوف يمتى نقدر نحددها وشنو الداتا اللي نستخدم حتى نحدد بها الاوفر بريشر. مناطق راح يصير بها عندي سيركيليشن لو سيركيليشن، هذه نقدر نحددها ايضا اثناء عمليات الحفر، ونقدر نحدد ليش وشون نتفادى هذه اللي هي تعتبر من اهم واصعب المشاكل اللي تواجهنا اثناء عمليه الحفر. غير هذه راح يكون عندي ويل بور انستابيليتي اللي هو هم راح يكون جزء من محاضره اليوم. هنا أنا عندي اللي هو طبعا دائما يؤدي الى ستاك بايب ويسوي لي تايت هول وراح ياخر لي من عمليات الحفر. ممكن انه انا هنا أنا اشوف الكومبليشن انتجريتي، يعني مثلا الفراكتشرنج البرفوريشن، هذه التفاصيل الاخرى. نجي على الفيلد هنا بصورة عامة، ممكن إذا يكون عندي سايزميك أو يكون عندي أكثر من بير محفور بهذا الفيلد، ممكن أنه أنا أقدر أسوي استيميشن للأوفر بردن بريشر، للكومباكشن، للسبسيدنس اللي صار عندي. غير هذه أنه التغيرات اللي جاي تصير بالريزرفوار، لأن أنا جاي أطلع من الريزرفوار هذا فلويد، والفلويد هذا لما أطلعه شلون أعوضه، اذا ما عوضته شنو راح يصير، راح ياثر لي على خصائص البتروفيزيائيه للريزرفوار، وبالتالي انه انا راح يكون عندي مشاكل وتقل الاداء مال الريزرفوار الموجود عندي بالفيلد. هذه كلها تعتمد بصوره مباشره على الموديلنج اللي اسويه انا بالجيوميكانيك. لهذا بالجيوميكانيك انا يعني بالاويل اند غاز اندستري سايكل، بالبدايه من الاكسبلوريشن للديفلوبمنت وننتهي بالبرودكشن، كل فيز راح يكون عندي جيوميكانيك امباكت، يعني الجيوميكانيك راح يعني يكون له امباكت وتاثير كلش قوي بكل فيز من هذه الفيزات.
طبعا يساعدني على انه انا راح اقلل من الانسرتينيتي اللي موجوده عندنا، يعني يكون عندي مثلا انسرتينيتي بالديتا او بالريزلت او بال يعني بال بالاوبريشن، البارامتر اللي هي لها علاقه بالاوبريشن، هذه كلها من خلال جيوميكانيك راح يقلل لي هاي الانسرتينيتي. وبعدين انه انا جاي اسوي مينيمايز للريسك اللي موجود عندي، يعني مثلا انا ممكن يكون عندي يصير عندي انفجار بالبير، ممكن يكون عندي لوسز، ممكن افقد بي اتش اي كامله وهي كلها هذه ملايين دولار، ممكن افقد بير كامل، ممكن اخرب ريزرفوار للفيلد. فلما يكون عندي جيوميكانيك موديلنج هنا انا راح اتفادى كل هذه الشغلات اللي ممكن تحصل لي. بالنسبه للجيوميكانيك والابلكيشن مالته باي فيز باي اوبريشن شنو راح استفاد من عنده، مثل ما جاي نشوف بدايه والاهم هو بالدرلينج، لان هو احنا اول عمليه راح نسويها للدرلينج قبل ما نبدي نسوي كومبليشن وقبل ما نسوي يعني انهانس للريزرفوار مالتي. فبدايه انه احنا بالدرلينج طبعا نبدي نسوي ويل بور انستابيليتي، هذه حتى نشوف الانستابيليتي مالتنا مال الطبقات اللي موجوده عندي بالمكان اللي راح احفر به، ومن خلالها احدد طبيعه المد ويت، الكيسنج، الاوبريشن نفسه احدده من ناحيه الار او بي، من ناحيه البيت ديزاين مثلا، البور بريشر والديبليشن والكيك اللي صار عندي والاوفر بريشر اللي موجود، هاي كلها اثناء الدرلينج. نجي للكومبليشن، طبعا هنا انا عندي هم تفاصيل بها هواي بالنسبه لل نبدي مثلا بيرفوريشن، الفراكتشرنج نسوي حتى احنا نسوي انهانسد البرودكشن مالتي، نسوي مثلا ريزرفوار سيميليشن، ايضا الكيسنج ديزاين هنا أنا. حتى الكومبليشن ديزاين بصوره عامه للبير نفسه هم نقدر نستخدم الجيوميكانيك حتى احنا ناخذ مثلا احسن ديزاين او نسوي احسن ديفلوبمنت للريزرفوار مالتي. بالنسبه للريزرفوار هنا عندي يعني انتم تعرفون انه احنا اكو حقول جاي نحفر بها من 60 سنه نحفر وننتج، هذه كلها يعني صار بها ديبليشن بالبريشر. نفس الوقت الشركات تسوي مينتين للبريشر يعني حتى يرفعون البريشر مره الثانيه. هذه البور بريشر هو له فد افكت معين على الصخور يعني، وبنفس الوقت هو يعتبر مثل المعاكس علما للستريسز اللي موجوده عندي اللي هي نسميها احنا الريجنال ستريس. فهنا انه احنا لما اقلل البور بريشر راح تزداد الستريسز الموجود، يعني اول شيء الفيرتيكال ستريس راح يكون تاثيره اكثر لان يعني صار عندي فراغ او قلل البريشر اللي موجود اللي كان هو يسند الاوفر بيرد، اللي هذا مرات يصير عندي سبسيدنس بالطبقات الموجوده عندي. فهنا انا الجيوميكانيك له يعني له في الدور انه مثلا لما يصير عندي لما ما اعوض البريشر اللي فقدته راح اخرب البوروسيتي اللي موجوده عندي، الكونكشن مالتها وبالتالي البيرمابيلتي، مثلا اسوي ري اكتيفيشن للفولت اذا عندي كومبلكس اريا، وهذه كلها يعني ممكن مستقبلا او احنا بدينا هسه يعني سوينا في مشروع اللي هو احنا فيلد ستدي نسميه. فبدينا انه حتى الشركات بدات انه تنتبه لهذا الامر انه يسوون فيلد ستدي حتى يشوف التغير مع ستريسز ويا الزمن وشنو راح ياثر على الـ يعني شنو راح ياثر على الخصائص البتروفيزيائيه او الخصائص المكمنيه للحقول اللي موجوده احنا جاي نحفر بها من 60 و50 سنه تقريبا. طبعا عندنا احنا هنا الميكانيكال ايرث موديل، شنو الفرق بينه وبين الجيوميكانيك؟ الجيوميكانيك هو جنرال نيم للروك ميكانيك، نحكي بها عن حكينا بها عن الستريسز والسترين، حكينا بها على الالاستيك، حكينا بها على الفيلر والروك سترينث. هنا من نقول ميكانيكال ايرث موديل، لما قلت موديل انه انا جاي اجمع كل هذول الانجريدينتس اللي حكيت عنهم بالبدايه اخليهم بخانه واحده يعني بكيوب. فهي تعتبر انه هي راح تمثل
يعني فد كيوب يحتوي على كل هذه الانجريدينتس حكينا عنها بالبدايه، واللي هي راح تنطيني فد نظره عن الخصائص الميكانيكيه للصخور او اللي موجوده عندي بالفيلد او بالبير، يعني بالطبقات اللي موجوده داير ما داير. ودائما هي تكون المن اني لما اكون اقول ميكانيكال ايرث موديل، هنا انا جاي احكي على فد يعني على الارض نفسها، يعني سواء الاندر جراوند اللي هو احنا يعني بالفيلد، او انه الجراوند اللي هي يستخدموه جماعه هندسه المدينه. طبعا جماعه هندسه المدينه بالضبط مثل ما احنا جاي نسوي بالجيوميكانيك، هم يسوون بالبناء لما يبنون من يحفرون الـ مثلا يعني فد بناية يريدون يحفروا لها أسس مثلا، أو شارع يريد يسوي حتى ويبدون تشوفوهم أنتم يبدون يحدلون ويأخذون الليفل يقيسونه، وبنفس الوقت يسوون يأخذون فد عينات حتى يشوفون الكومباكشن مال التربة اللي موجودة. هاي كلها طبعا احنا هسه جاي نسوي هسه، بس احنا شنو موجهيها للأويل اند غاز اندستري. يعني هي أصلا الجيوميكانيك هو بدأ بالسيفل انجينيرين، يعني هو بدايته كان مع يعني اختصاص الهندسه المدني، بس اجوا الناس او العلماء خلينا نقول اجى اعتبر انه يعني اكو فد علماء فكروا وقال انا البير اللي جاي احفره اعتبره مثل النفق اللي جاي ابني، شنو يحتاج وشنو اللي اثر على النفق. يعني هسه النفق احنا اكو هوايه قوى مؤثر عليه، يعني اكو تشوفون انتم يمكن بالافلام شايفين او فد افلام مثلا خلينا نقول علميه، نشوف انه النفق اكو فد ووتر يطلع من يعني لما يبدون يحفرون، شلون يسوون هذا، شلون يسدون التدفق مال الوتر، يبدون يسمتون بالمنطقه، او وراها يبدو يسوي مثلا فد هيكل داخل النفق، او يخلي فد بوري هيجي يعني بحجم النفق حتى يسند جدار النفق. احنا بالضبط جاي نسوي هيك بالنسبه للبير. البير هو عباره عن نفق وكل هاي التاثيرات اللي هي الوتر اللي موجود اللي نعتبره بور بريشر، واللي هي الستريسز اللي موجوده اللي هو ضغط العمود الطباقي، والريجنال ستريس اللي موجوده هاي اللي تجينا من الريجنال، اللي هاي كلها تاثر على البير مثل ما تاثر على الهاي. لهذا انه العلماء وقتها اللي هم وقتها يعني واحد من الناس اللي طور بالجيوميكانيك بالأويل اند غاز اندستري هو زوبك، او كتابه موجود قدرون ترجعوا له موجود بالانترنت، واحد من اللي دخل مثلا خلينا نقول البور بريشر وشاف تاثيره على البيهيفير مال الجيوميكانيك هو بايوت، واكو قانون اسمه بايوت وتقدرون هم ترجعون تقرون القانون شلون بدا ليش فكر هيك. يعني هذه التفاصيل انه نشوفها احنا لها علاقه، وش يعني شلون تطور الجيوميكانيك من هندسه مدني الى اويل اند غاز اندستري. طبعا ميكانيكال ايرث موديل عندنا عده انواع، من عنده عندنا 1 دي 2 دي 3 دي 4 دي، هذول طبعا يعتمدون على يعني تعقيد المنطقه، الغايه انه احنا شنو نريد نسوي، حتى ليش نحتاج ال 1 دي، يمتى نحتاجه، يمتى نحتاج 2D، يمتى 3D، يمتى 4D. ال 1D طبعا نحتاجه بالدرلينج وما نقدر نتخلى عنه بالدرلينج. قبل اي بير ينحفر لازم يكون عندي 1D موديل، راح نشوف هسه شلون جاي نسوي. وبالنسبه لل 3D وال 4D هذه يعتمد لي احنا دائما نربطه بال نسميها فيلد ديفلوبمنت بلاننج. يعني لما اريد اسوي فد ديفلوبمنت بلان للفيلد اللي موجود عندي، اسوي فد 3D 4D راح يكون عندي موديل كامل، اشوف التاثير مال بور بريشر مع الزمن، وبالتالي اقدر انه انطي فد توصيات معينه للبلان اللي الجديد اللي راح يجي. طبعا حتى يكون عندي ميكانيكال ايرث موديل مفيد لازم يكون عندي يعني لا يعني هو احنا انا كاتب انه لازم يكون كومبلكس. كومبلكس شلون يعني كومبلكس بالانبوت اللي موجود عندي، يعني باللي انا حتى ابني الميكانيكال موديل لازم يعني ادخل بكل التفاصيل واتاكد من الريزلت مالتي حتى اطلع الموديل. فلازم انه انا يكون عندي كومبلكس موديل، بس بنفس الوقت يكون عندي الموديل يكون يعني سهل حتى اقدر انه اقراه بصوره صحيحه واستفاد من عنده لما اسوي
لما اطبقه بالاوبريشن او بالبلاننج مالتي مال ديفلوبمنت. هذا الميكانيكال ايرث موديل. طبعا مثل ما جاي تشوفون هنا انا عندي ستراكشر وعندي ميكانيكال ستراتيغرافي وعندي روك ميكانيكال بارامتر او البروبرتيز. بالنسبه للستراكشر هو احنا لازم يكون عندي معلومات الستراكشر اللي موجوده بالمنطقه يعني بالفيلد حتى اعرف شنو الديزاين او الموديل اللي راح يسويه حتى اتوقع شنو راح يطلع لي ريزلت. الميكانيكال ستراتيغرافي هنا يقصد بها الليثولوجي، طبعا لازم اعرف شنو الليثولوجي اللي موجوده عندي حتى انا اقدر احدد طبيعه ال يعني مثلا كل نوع من الليثولوجي اكو فد رينج لليونج موديولوس والبايزن ريشيو واليو سي اس والفريكشن انجل، كل نوع منها لها فد تفصيله معينه. فلهذا انه لازم يكون عندي معلومات عن الليثولوجي حتى اقدر احسب هذول الالاستيك سترينث والستريس والبور بريشر اللي موجود عندي. هذه تقريبا هي البيج بيكتشر للميكانيكال ايرث موديل. طبعا عندي هنا الفرق بين ال 1 دي وال 3 دي. يعني ال 1 دي هو من اسمه مبين انه هو ويل بيزد موديل، في حين ال 3 دي هو يسموه الفيلد بيزد موديل. بالنسبه لل 1 دي احنا دائما مثل ما قلت نستخدمه بالدرلينج، بالنسبه لل 3 دي استخداماته راح تكون اوسع، نقدر نستخدمه بالدرلينج، راح نستخدمه بالبلاننج، بالديفلوبمنت، حتى مع الريزرفوار لما يسموه ريزرفوار سيميليشن اقدر استخدم انا ال 3 دي موديل مالتي هنا حتى يعني استفاد من عنده بالفيلد ديفلوبمنت الثاني. هسه احنا بدينا شوي شوي ندخل بالتفاصيل مال الجيوميكانيك. عندي الميكانيكال ايرث موديل انجريدينتس شنو احتاج هنا. طبعا هنا عندي 3 بيلرز اللي هو اول ما نبدي نقول عندنا الروك ستريس اللي انا حكيت عنها اول وحده اللي قلت ستريس وسترين، وعندنا الفلويد بريشر اللي هو الفورميشن بريشر، وعندي الميكانيكال بروبرتيز اللي هي انا حكيت عنها قلت هذه الالاستيك بروبرتيز والروك سترينث. بالنسبه للروك ستريس اللي هي عندي الفيرتيكال ستريس واللي هو يمثل لي ضغط العمود الطبقي للطبقات، يعني عند نقطه الف بالحفر راح يكون عندي فيرتيكال ستريس محدد اللي هو جاي منين؟ الضغط العمود الطبقي من تراكم الطبقات، وهذا طبعا حسبه باستخدام الدنسيتي لوك. ماكسيمم هوريزونتال ستريس هو الماكسيمم ستريس او الهوريزونتال ستريس اللي يصير بالفيلر، يعني انه انا بعد خلاص كسرت الفورميشن او الليثولوجي او الصخره. بالنسبه للمينيمم هوريزونتال ستريس هنا مثلا في حاله انه عندي صخره بها فراكتشر وانا صار عندي مينيمم هوريزونتال ستريس سلطت عليها راح يفتح هذا الفراكتشر، بس لما اوخر الستريس هذا راح ترجع الصخره يعني هذا الكسر راح يرجع ينغلق من جديد. وهذا اللي جاي يصير عندي باللوسس، طبعا انا جاي اسوي انديوس للفراكتشر اللي موجود يصير بيها فتح، وبعدين لما يبدون يقللون المد ويت راح ينغلق الفراكتشر ويرجع يعني يقلل اللوسس لما اقلل المد ويت او لما اقلل المينيموم هوريزونتال ستريس. من الامور المهمه هو اتجاه الهوريزونتال ستريس، يعني وين يكون عندي اتجاه المينيموم وين يكون عندي اتجاه الماكسيموم راح نشوفها بالتفاصيل مالتها. ميكانيكال بروبرتيز فريكشن انجل تنزايل سترينث وكومبرسيف سترينث هذه كلها يمثلوني الروك سترينث. عندي يوم هي الالاستيك بروبرتيز. بالنسبه للفلويد بريشر هذول اللي هو يمثل لي الضغط الفلويد اللي موجوده عندي داخل البوروسيتي اللي موجوده بالريزرفوار. الكونسبت مال هذول شلون احصل على كل وحده من اللي موجود عندي هنا؟ سو بدايه من الفيرتيكال ستريس مثل ما قلت احصلها من البول دنسيتي. عندي الروك اللي هي المينيموم والماكسيموم هوريزونتال ستريس هذه كلها احسبها حسابات، بس اسوي لها كاليبريشن باستخدام مثلا فورميشن انتجريتي تيست ام دي تي اكستنت ليك اوف تيست وهذه الداتا فراك والميني فراك هاي التفاصيل البقيه اللي هي احنا نسويها اثناء الاوبريشن بالحفر. بالنسبه للاتجاه مال الستريسز هنا انا
طبعا استخدم الايمج لوج اللي هو الفورميشن ايمج لوج حتى احدد في حاله عندي انديوس فراكشر واللي هو يمثل لي اتجاه المينيمم او الماكسيمم هوريزونتال ستريس سوري, واحدد البريك اوت اللي هو يمثل لي اتجاه المينيمم هوريزونتال ستريس. فهنا انا من خلال الايمج والبريك اوت اللي موجوده عندي اقدر احدد اتجاهات الستريسز اللي موجوده. ميكانيكال بروبرتيز طبعا هنا كل هذه ما نحتاج الا شغله واحده, سونيك لوك. سونيك نحتاج الكومبريشنال سلونس والشير سلونس اضافه الى البولك دنسيتي اللي موجود عندي هنا. الفلويد بريشر طبعا هنا اقدر احسبه من عده طرق, اقدر احسبه من المد ويت, اقدر احسبه من الام دي تي اللي هي تعتبر ريال داتا, ار اف تي, اقدر احسبه من الكيك والفلو. ام دي تي وار اف تي دائما يستخدموهم بس بالريزرفوار, لهذا المناطق اللي مو ريزرفوار ما راح تلقى بيها ام دي تي او ار اف تي او ار دي تي داتا, لهذا احنا نستخدم المد ويت ونستخدم الكيك والفلو انفورميشن حتى نقدر نحدد الفلويد بريشر عند كل فورميشن موجود عندي بالبير او يعني المنطقه اللي يحفرها البير. طبعا هذه احنا حتى نبني الميكانيكال ايرث موديل لازم يكون عندي في التول معين, هذا التول طبعا هو اكيد سوفت وير. فبالنسبه ان احنا وهو يعني التولات اللي نستخدمها كشلمبرجر نستخدم عده سوفت ويرات موجوده عندنا ومو تحيزا بس هي تعتبر من يعني اقوى السوفت ويرات او اقوى تكنولوجي ممكن تستخدم بالجيوميكانيك وورلد وايد بصراحه. يعني ال1 دي دائما نبني احنا باستخدام التكلوك, واعتقد جامعه النفط والغاز عندهم تكلوك, عندنا بتري هم عندكم هذه نستخدمها حتى نسوي الموديل مالتي 3 دي, اضافه الى هذه ال4 دي هنا نسوي بهالمنطقه هذه بالفيزاج والاكليبس واللي هو احنا نعتبرهم سيميوليشن انجن. فهنا أنا نحسب الستريسز مالتي عند كل بريشر بوينت وبعدين نرجعها لل 3 دي بالبتري, وهنا أنا نسوي ريفايز للتشنج اللي راح يصير بالبور بريشر والستريسز, نرجعها للكليبس حتى نسوي هذه قلنا اللي هو انهاس للريزرفوار او للفيلد اللي موجود عندي. يعني هنا لما يتغير عندي مثلا هنا أنا ستريس وما يكون عندي مينتين للبريشر راح ياثر لي على البير مامبلت والبوروستي, لهذا احنا نرجعها للكليبس حتى يسوي سيميليشن للريزرفوار مالتي, وبالتالي نشوف التغيرات اللي جاي تصير بالبوروسيتي وبالبيرمالبيلتي الموجوده عندي واضافه الى البور بريشر الموجود. فهذه هي السوفت ويرات, ما اريد ادخل بالتفاصيل مالتها بس هي السوفت يعني لما نبني الميكانيكال موديل احتاج سوفت وير او تكنولوجي استخدمها على حتى احصل حتى احصل الموديل مالتي. الديتا اللي احتاجها حتى اسوي الميكانيكال ايرث موديل طبعا جيولوجيكال ديتا اللي هي تشمل مثلا عندك الفورميشن توب والليثولوجي تفاصيل اخرى اللي لها علاقه بالجيولوجي. اللوج ديتا طبعا مثل ما قلت نحتاج سونيك ديتا, والاثنين طبعا كومبريشنال والشير تربل كومبو اللي هي الجاما راي دنسيتي نيوترون كاليبر جدا مهم حتى اسوي كاليبريشن, وبتروفيزيكال انفورميشن اذا موجوده كانت هم يكون يعني فد سبورت للديتا اللي موجوده عندي, اضافه الى الايمج دوكس اللي حكينا عنه انه انا احدد من خلال اتجاه المينيموم والماكسيموم هوريزونتال ستريس. كاليبريشن ديتا هاي طبعا بها انواع اللي حكينا عنها هي الاف اي تي اكس او تي ال او تي ام دي تي, هاي اسوي بها كاليبريشن للستريسز, بالاضافه الى البور بريشر ميجرمنت اللي هي ام دي تي ار دي تي ديتا, هذه اسوي بها كاليبريشن للبور بريشر, وراح نشوف شلون احنا جاي نسوي كاليبريشن للبور بريشر. بالنسبه للكور طبعا احتاج يوم موديولو سايد كور اللي احنا شنو قلنا عليها بالبدايه, قلنا عليها ستاتيك كور, اخذت نقطه حسبت بها اليوم موديولو بايزون ريشيو يو سي اس فريكشن انجل حتى اسوي كاليبريشن واسوي اوجد علاقه بينها وبين بين اللوك, وبالتالي اطلع من الدايناميك اطلع الستاتيك على كل البروفايل مال الفيلد. درولينج ديتا طبعا احتاج ديلي درولينج ريبورت حتى اشوف الاوبريشن, احتاج المود لوجينج حتى اشوف الليثولوجي, حتى اشوف غازز, حتى اشوف كيك, حتى اشوف لوسز, احتاج سيرفي اللي هو تراجكتوري مال ويل, عندي كيسينج اند سيمنتينج ديزاين, هاي كلها احتاجها, كيفينج كاتينج ريبورت اشوف بها انواع الكيفينج حتى بعدين احدد
في حال انه عندي مثلا البريك اوت مالتي شلون يصير، اللي عندي مثلا فد خلل بالاوبريشن، هاي كلها حددهم خلال. اضافه انا عندي ريال تايم انه ديتا، هذه هم راح يكون سبورت للريزلت مالتي. من هاي لما اسوي الميكانيكال ارث موديل انا، ولما يكون عندي موديل كامل راح اقدر انه احدد المود ويت. هاي انا جاي احكي درولينج، احدد المود ويت الاكزاكت مود ويت، خلينا نقول عند كل سكشن عند كل انترفال. اضافه الى انه انا راح اعرف الايديال تراجكتوري، يعني احسن تراجكتوري ممكن انه احفر به بهذا الحقل، غير انه مثل ما قلنا الكيسينج ديزاين او الكيسينج بوينت ديترمينيشن. هسه ال1 دي جيوميكانيك موديلنج، هنا انا عندي الورك فلو، ما راح ادخل بالتفاصيل مالتها، بس هذه واحد. هنا انا عندي الانبوت داتا اللي حكينا عنها شنو احتاج، وعندي هذه الورك فلو كامل. هسه انا ملونهم بنفس اللون، واحد اثنين هاي الثالثه الرابعه، هذول كلهم يسموهم ميكانيكال ايرث موديل. لحد الان انا عندي ميكانيكال ايرث موديل. ميكانيكال بروبرتيز اللي حكينا عنها، الاستيك روك سترينث، بور بريشر، اوفر بيردن ستريس، هوريزونتال ستريس. ورا ما اخلص من الميكانيكال بعدين استخدمها اطبقها اطلع بيها الويل بور ستابيليتي موديلنج. هسه كالاستيك بروبرتيز طبعا مثل ما قلت يعني نوجد علاقه بين الستاتيك والدايناميك. عندنا هنا اللاسك بروبرتيز راح احسبها من الدايناميك، وطبعا هي النسبه تتراوح بين 0.8 الى 1.1، هاي تعتمد على الكور تحدد يعني. ستاتيك يوم موديلس طبعا هم نحسبها من الدايناميك يوم موديلس، وهذه كلها بيس اون كور ديتا. وطبعا هي النسبه مالتها تتراوح بين 0.25 الى 0.5، يعني الستاتيك من الدايناميك. الروك سترينث عندي هنا، عندي يو سي اس، عده طرق اقدر استخدم، حتى من ضمنها نعتمد على كورليشن بالعلاقه مع البوروسيتي، بالعلاقه مع الكومبريشنال سلونس، فريكشن انجل نعتمد على فد كورليشن بالعلاقه مع الكومبريشنال سلونس، تنزايل سترينث اكو فد علاقات مع اليو سي اس نقدر نطلع منها تنزايل سترينث اللي هو يمثل لي تقريبا الماكسيمم هورزونتال ستريس. بور بريشر قلنا انه شلون احسبه، عندي يا اما احسب النون ريزرفوار يعني المناطق اللي هي مو ريزرفوار، نحسبها من المود ويت من الكيك من الفلو، هذا يعتبر هو البور بريشر، هاي الفورميشنات اللي هي مو ريزرفوار. بالنسبه للريزرفوار ناخذ ار دي تي اكس بي تي اند ام دي تي داتا اللي هي تعتبر دايركت ميجرمنت البريشر. اوفر بيرد ستريس هذه طبعا نحسبه من خلال الدنسيتي مثل ما قلت في البدايه، واللي هو يمثل لي ضغط العمود الطبقي. هنا انا عندي الهوريزونتال ستريس. طبعا الهوريزونتال ستريس عندنا في الطريقه يسميها بور الاستيك ميثود، اللي هي احنا نحسب فد معادله نحسب من خلالها المينيموم والماكسيموم هوريزونتال ستريس. الكالبريشن طبعا بالمعادله هاي مدخلاتها راح يكون عندي بويزن ريشيو والفيرتيكال ستريس واليونغ مودولس. هنا المينيمم هوريزونتال ستريس نستخدم الاف اي تي اللي هو الفورميشن انتجريتي تيست او الليك اوف تيست حتى نسوي كالبريشن للمينيمم هوريزونتال ستريس. بالنسبه للماكسيموم هنا نسوي له كالبريشن بالاعتماد على عده طرق اللي هي يسموها indirect calibration point اللي هي من ضمنها بعدين يعني لاحقا بالويل بور ستابيليتي. بالنسبه للفيلر كرايتيريا طبعا عندنا مجموعه يعني كبيره من الفيلر كرايتيريا، يعني اكثر من فيلر كرايتيريا يستخدموه حتى يسوون اكزامن للفيلر اللي موجود عندي اللي احنا انا اطلع بها الويل بور ستابيليتي، اوصل مرحله الويل بور ستابيليتي. هذه الطرق اللي نستخدمها احنا تعتمد على من تعتمد على طبيعه البير اللي جاي نحفر. مثلا هنا احنا يعني وضعنا بالجنوب نستخدم دائما طريقتين اللي هي الموهر كولوم والموديفايد لادي. الموهر كولوم هنا طبعا هنا يعني تعتمد على من على تراجكتوري مال البير، عندي فيرتيكال ويل عندي vertical well وعندي اللي هو deviated أو horizontal well.
هنا المور كولوم، مور كولوم العالم اللي سوى هذه الميثود قال انه ماكو تاثير لل، هي اول ميثود، هاي تعتبر اول ميثود والستاندر ميثود هي المور كولوم. بس هنا أنا بالبدايه قال انه هو يفرض انه الفيرتيكال ستريس زيرو. موديفاي لادا كان عنده راي ثاني اللي هو لادا الاسم العالم، كان عنده راي ثاني انه يقول لا الفيرتيكال ستريس يكون له تاثير خاصه بالابار اللي هي تنحفر. يعني هسه انا هذا البير مالتي اللي موجود هنا هسه نشوفه بال بالصوره الثانيه. هنا عندي هذا البير الاول، هاي الوالبور مالتي اللي هو فارغ تقريبا، انا جاي احفر به. فتاثير الفيرتيكال هنا ماكو ضغط على الانضباطي، خلاص راح تمام زيرو. هذا هنا شنو نقول؟ موهر كولوم، صحيح 100%. بس لما اجي هنا انا سويت هذا البير وجيت هنا انا صار عندي ديفيشن بالبير، الحد اللي هنا انا ما عندي تاثير للفيرتيكال. بس انا لما اوصل اكثر من 12 درجه ديجري بالديفيشن، لا هنا راح يصير عندي تاثير على ضغط على الجدار البير اللي موجود عندي. يعني ما يعتبر هذا فراغ وماكو فيرتيكال ستريس. هنا انا صار عندي تاثير بالنسبه للفيرتيكال ستريس، راح يكون تاثير على الوالبور اللي موجود. فلهذا انه احنا اختيارنا للفيلر كراتيريا اللي نسوي بها اكزامن للوالبور ستابيليتي راح يعتمد على التراجكتوري مال الوالبور. طبعا هنا هسه احنا حكينا عن الالاستيك بروبرتيز وقلنا احنا شلون نسوي المودلز مالتي. هذه طبعا ريال كيسز وهاي داتا حقيقيه. هنا انا عندي اول كورليشن سويته كان بين الستاتيك جيوم موديلس ويا الدايناميك، اعتمدت على مجموعه من الكور بوينت اللي موجوده، وهذا الدايناميك اللي انا حسبته منين؟ من من اللوج اللي هي من السونيك لوج، يعني سونيك سكانر داتا والدنسيتي داتا. وشفت عندي صارت فد كورليشن او علاقه بينهم، واجيت طبقتها على كل البروفايل الموجود عندي. صار عندي هذا البويزن ريشيو اللي انا فرضته بالاعتماد على الكور داتا، وصار عندي هذا اليوم مودلس اللي هو انا حسبته بالاعتماد على هذه المعادله. قبل لا ابدي وقبل لا اروح اسوي التفاصيل الاخرى بالميكانيكال ايرث موديل الستيبس مالت اللي شفتها، لازم اتاكد انه الكورليشن او الداتا اللي انا راح اعتمد عليها حتى اسوي المودل مالتي تكون ماتش ويا الريال داتا اللي هي الكور داتا. فخطوه اولى بديت ويا الالاستيك بروبرتيز، سويت كالبريشن للداتا، انتقلت بعدين للروك سترينث. روك سترينث عندي يو سي اس وحده اعتمادا على البوروسيتي، عندي هنا يو سي اس والاعتماد على الدي تي، عندي فريكشن انجل والاعتماد على الدي تي، الكومبريشنال سلونس. جيت هنا اسوي كالبريشن للداتا، صار عندي اكثر من معادله 1 2 3، جيت اقدمهم اطبقهم على كل البروفايل مال البير. يو سي اس حسبته بالاعتماد على المعادله، هاي كلها على المعادله، يعني هاي هسه الريزلت اللي موجود عندي على المعادله، حسبته بالمعادله طلع عندي هذا اللي هي هذا يعتمد على البوروسيتي، طلع عندي هذا الشكل. جيت خليت الكور داتا اللي موجوده عندي هنا شفتها مطابقه تماما لليو سي اس او الانكونفايند كومبريسيف سترينث اللي هي الروك سترينث. جيت هنا انا عندي فد بير ثاني بفريكشن انجل بزاويه الاحتكاك الداخلي للجرينز مال الصخور، هم اعتمدت كورليشن يعتمد على دي تي، طبقت المعادله حسبت كل البروفايل، جيت خليت الكور داتا مالتي هنا شفتها مطابقه للديتا اللي حسبتها من المعادله. نفس الشيء بالنسبه لليو سي اس بنفس البير، نفس الشيء جاي اشوف انه تطابق عندي بينه وبين الكور داتا. هنا انا احس انه انا جاهز حتى اسوي ميكانيكال ايرث موديل مالتي. انتقل للمرحله الثانيه اللي احسب بها ستريس. ستريس تعتمد عليها من تعتمد على اليونغ مودولوس والبويزر ريشيو. يونغ مودولوس والبويزر ريشيو عندي بور بريشر، قلنا البور بريشر احنا بالريزرفور وبالنون ريزرفور. بالنون ريزرفور هنا اعتمدنا على الغازز، على الفلو، على الكيك، اي شيء كان عندي من الريبورتس اللي ناخذها احنا من الفيلد نسوي بها البور بريشر للنون ريزرفور. هذه كلها نون ريزرفور. عندي هنا
هذه منطقة الريزرفور، جاي اشوف شلون الدبليشن جاي يصير عندي، وعندي هذه الداتا اللي هي النقاط هذه يمثلوا لي فورميشن بريشر اللي هي ريال فورميشن بريشر ام دي تي. حسابي كان مضبوط 100%، عندي الداتا مطابقه ويا ويا الام دي تي داتا، وبالنسبه للنون ريزرفور ايضا هي تعتبرها احنا ستاندرد بريشر عند كل فورميشن. هذا البير، هذا بالنسبه للستريسز اللي حسبتهم. ام جاي اشوف انا الستريس انطاني المتوقع، يعني هسه انا لما اشوف هذا الستريس انا اتوقعها اعتمادا عليا من اعتمادا على الديتا اللي انا حسبتها من هنا، اتوقع هنا هذا البير نفس الشيء، ولا ام نفس الشيء، يعني عندي الام دي تي ديتا هنا أنا عندي 100% ماتش، والبريدكشن للبور بريشر مضبوط، الستريس كالكوليشن هم كان مضبوط لان انا ضبطت الالاستيك بروبرتيز مالتي والروك سترينث، وبالتالي انه انا انتقل للمرحله الثانيه اللي هي اسوي بها الويل بور ستابيليتي موديل. هسه هنا أنا لما اجي اسوي ويل بور ستابيليتي موديل لازم يكون عندي شنو؟ لازم يكون عندي اوفست ويل. انا اذا احكي درولينج، لما يكون عندي درولينج اقول اكو فد اوفست ويلز، سويتها جيوميكانيك موديلينج، بعدين اسوي بريدكشن لل للبلاند ويل. طبعا اول ما ابدي طبعا عندي في الداتا اسسمنت شيت، لازم اتشيك الداتا، هذا كل تراك هنا يمثل لي بير، اتشيك الداتا كلها عندي، وبعدين اختار افضل اوفست ويل. هذا هاي طبيعه الشغل اللي انتم مستقبلا راح تخوضون به، راح اختار احسن ابار اللي هي متوفره بها كل الداتا، يعني من النظر انه انا اختاريت هاي البير وقتها اللي هي اللي بيها تقريبا باهم انترفلز بال12 ان كوارتر سكشن وبال8 ان هاف، وبها اغلب الداتا اللي احتاجها. جاي تشوفون اغلبها اخضر، اغلب الداتا اللي انا احتاجها اللي مسويها هايلايت هنا موجوده بهاي البير، فاختاريتها سويت داتا اسسمنت. بعدين اجي المرحله الثانيه انه اسوي ويل داتا ريفيو، اشوف وين موجوده عندي، شنو الكفرج مال الداتا، وين احتاج اسوي هذه اعوض المناطق اللي ما بيها، شلون اخذها من بير ثاني، عندي كل الداتا اللي احتاجها انا اللي هنا موجوده. بعدها انتقل للمرحله الثانيه، اسوي ضبطت الداتا مالتي، كان عندي الداتا كامله تقريبا، كل اللي احتاجه موجود، اجي انه اخذ الريبورتات اللي موجوده عندي بالفيلد، اسوي درولينج اوبريشن ايفالويشن. فاجي هنا أنا هذا فد شكل نعتمده احنا بالاندستر طبعا او كدرولينج جيوميكانيك انجينيرز. هنا أنا عندي يمثل لي العمق اللي هو هذا اللي هو باللون الازرق، وهذا يمثل لي التايم، التايم اللي استغرقوه حتى يحفرون البير، وهذا باللون الاحمر يمثل لي المد ويت اللي استخدموه. تمام، هنا انا ابدي انا اول ما اجي اسوي الديلي درينج ريبورت ايفالويشن، هنا التارجت مالتي لازم احدد الانترفالات اللي موجوده اعتمادا على المشاكل اللي تصير بكل انترفال. سو اول ما بديت هنا أنا عندي طبعا هذه كلها اخذها من الريبورت، انه اسوي اكستراكت للديتا اللي موجوده بالريبورت، اقرا الريبورت. طبعا الريبورتات تجي اغلبها يعني فد 150 صفحه 200 صفحه، لازم واحد يسوي لها ريفيو كلها حتى يحدد الاكسيدنت اللي يصير عندنا بالهذا او البروبلمز اللي تصير اثناء الحفر. هنا صار عندي تايت هول، حددت اول انترفال عندي اللي هذه تايت هول، حددت اول انترفال عندي اللي هو نسميه احنا انستابيليتي انترفال. ليش؟ لان بي لور فارس وغار اثنيناتهم شيل واحد والثاني بي ساند وشيل، والشيل هو انستابل، وبالتالي راح يصير عندي هنا كيفينج ووش اوت، هنا راح يصير عندي هذه التايت هول والستك اتوقعها بهالمنطقه هذه. جيت حددت الانترفال الثاني اللي هو يصير بي لوسس، اللي هو واضح جدا انه هنا منطقه اللوسس نزلوا المد ويت من كانوا يستخدمون 10.2 الى استخدم 10 حتى يقلل اللوسز، لهذا حددت منطقه اللوسز هنا اللي لازم انا هم اهتم لها حتى لا يصير عندي لوسز، واعرف ايش قد مد ويت استخدم حتى لا افتح الفراكشر اللي موجوده عندنا بالفورميشن.
يوسف تسمعني؟ واضح دكتور اسمعك. تمام عم بالي انقطع. لا لا هنا طبعا هذا بدا انه هنا مثل ما جاي نشوف انه طول بهذه المنطقه نفس العمق، معناها انه كان عنده مشاكل هنا، ومثل ما واضحه عندنا مشاكل هنا انه طول هنا بعدين سوى كيسينج بعدين بدا يحفر من جديد. حفر مالته كان سريع بهالمنطقه هذه لان يعني عندنا الفورميشنات ما بها اي مشاكل، بدا هنا وصل لهذه المنطقه انه المفروض انه يصير عنده كيسينج هنا وسوى كيسينج وبدا ينزل بالمنطقه الثانيه اللي هي يسموها احنا هنا هاي المنطقه نسميها انترفال وذ جاز فلو اللي هي ام مرضمه. وهذه المناطق هنا لازم نرفع بها ماد ويت، مثل ما جاي نشوف هنا وصل هالنقطه هذه هالمنطقه هذه عندي جاز صار، لهذا اضطر انه يرفع الماد ويت حتى شنو يقلل الجاز فلو اللي موجود. هذا الجاز فلو اللي احكي عنه انا من ساعه قلت هذا ممكن انه مثلا ايش قد وصل هنا عندي 10.8 كور بريشر مال هذه المنطقه نعتبرها 10.8، يعني هو الماد ويت اللي استخدموه حتى يقطعون الغاز اللي جاي يصير بي فلو بالوالبور. وصلت ايدي هنا، فهنا انا شنو عندي حددت اربع مناطق، منطقه انستابيلتي اللي يحتاج لها ماد ويت عالي، منطقه لوسز يحتاج لها ماد ويت واطئ، هنا منطقه غاز يحتاج لها ماد ويت عالي، هنا منطقه انستابيلتي هم يحتاجها ماد ويت. هنا انا ما عندي مشكله بين المنطقتين، يعني كل الاحوال انا راح ارفع ماد ويت، عندي مشكله بهاي المنطقه، هنا لازم انزل وهنا لازم ارفع. فهنا انا دور الجيوميكانيك انه يوجد لي فد نقطه نسميها البالانس بوينت، انه انا اوازن بين الانتربل وذ الانستابيلتي وبين الانتربل واللوسس. اوجد حل وسط بيناتهم واستخدم ماد ويت معين فيه. فهذه الريفيو اللي احنا نسويه. ورا ما سويت الريفيو هذه الداتا كلها اجيبها اخليها وين؟ بالبروفايل مالتي مال البير. هذا البير عندي اللي موجود هنا اول منطقه اللي احنا حددناها اللي هي هاي المنطقه اللي هي انستابيلتي انترفال. طبعا التراكات من اليسار لليمين عندي هذا الديبث مالتي، هذه الفورميشن، هذه التراجكتوري مالتي يعني الديفيشن مال الويل والازيموث مالتي. هنا انا عندي الالاستيك بروبرتيز، هذا يوم موديولوس والبويزر ريشيو. هنا انا عندي الروك سترينث، تنزايل سترينث، فريكشنال فريكشن انجل، اند اليو سي اس اللي هي انكونفايند كومبرسيف سترينث. هنا انا ستريسز مالتي اللي هي منو؟ عندي بور بريشر باللون الازرق، اللون الاسود يمثل الفيرتيكال ستريس، هنا انا عندي الاخضر والاحمر، عندي المينيموم والماكسيموم هوريزونتال ستريس. تمام؟ هاي طبعا كل السيت مال هذا تراكس راح يكون بالاشكال اللاحقه. عندي هنا هذه يمثل لي احنا نسميه الوال بور ستابيليتي موديل او المد ويت سيف ويندو. هاي المد ويت اللي احنا نستخدمه، يعني المنطقه اللي استخدم بها مد ويت حتى اقدر اتلافى المشاكل اللي تصير عندي بالحفر. الرصاصي يمثل لي البور بريشر مالتي، الاحمر يمثل لي الشير فيلر اللي يصير بي شنو انستابيلتي، يصير بي واش اوت وكيفينج وبريك اوت. هذه المنطقه الزرقاء اللي هو اللون الفاتح يمثل لي اللوسز ليميت، يعني اذا ارفع ماد ويت واوصل المنطقه راح اكسر فورميشن يصير عندي لوسز. هذه المنطقه اللي هي يسموها البريك داون، هذا هنا راح يصير عندي كسر بالفورميشن، فقدان تام طين الحفر، وبعدين يصير عندي وراها كيك وهذه الشغلات الباقيه. يعني ما نسيطر على هذا، ممكن يصير عندي انفجار بالبير. ويمكن اغلبكم شايفين هذا الديب ووتر هورايزن اللي هو كله كان جيوميكانيك، طبعا الدور الاساسي كان بالمشكله اللي صارت. هذه المنطقه هنا أنا عندي هذه يسموها احنا ساينثيتيك فيلر، اللي هو الفيلر اللي انا طلع اعتمادا على اليمن على هاي الديتا ماتيك. هنا عندي اللون الاسود يمثل المد ويت اللي استخدموه اثناء عمليه الحفر. اذا المد ويت صار تاتش ويا من ويا هذا اللون الاحمر راح يعطيني شنو فيلر هنا، يعني شنو صار عندي؟ يعني ما صار عندي بريك اوت واش اوت. واش اوت والبريك اوت منين اقدر احصلها؟ احصلها من الكاليبر ويا البيت سايز. مثل ما جاي يشوف هنا الكاليبر والبيت سايز جاي يتغيرون ويا من ويا التغير ويا الساينثيتك فيلر اللي انا طلعته. نفس الوقت جاي يصير عندي هنا تايت هول، معناها انه الموديل اللي انا بنيته هو ماتش 100% ويا الكاليبريشن داتا اللي هي الكاليبر. هذه كاليبر وهذا تو ارم كاليبر اللي ينطيني تقريبا 180 درجه او 360 بعض الاحيان يجي للوال بور مالتي. فهنا انا شوفوا جاي يصير عندي هنا منطقه اللي صار بيها تايت هول
كان عندي بيها بريك اوت، كان عندي بيها يعني الانلارجمنت بالكاليبر، وهي هاي اغلبها منطقه الشيق. نفس الشيء بالنسبه للتايت هول جاي يصير هنا. طبعا التايت هول اللي صارت هنا مادويت اللي استخدموه ما كان بالصوره الصحيحه، الكاتنج او اللي سقطت يعني باطن البير هنا ما رفعت بصوره صحيحه، لهذا اغلب التايت هول راح يصير بالبوتوم مال مال سكشن. طبعا هذه حددنا شنو نوع، نا عندي 12 1 كوارتر سكشن، نا هذا الكيسينج مالتي، مشاكل اللي صارت عندي تايت هول، تايت هول اغلبها كانت ويا البول اوت اوف هول، يعني لما جاي يسحب الدرلينج باي مالته صار عنده التايت هول، وبالتالي هاي احنا يعزز لنا الريزلت مالتي انه انا هذه كلها لها علاقه بالانستابيليتي. السكشن الثاني صار عندي بي غازس، ومثل ما جاي شفنا انا هذا المد ويت هنا بدا يرفع المد ويت، رفع الى 10.8 وبالتالي قلل الغاز هنا، صار قطع بالغاز. بالنسبه لي هنا البريك اوت انا طلعته باستخدام الديتا اللي موجوده عندي، لان المد ويت كان مو عالي، هنا البوند ويت لازم استخدم 11 حتى اقدر اقلل البريك اوت. مثل ما جاي نشوف هنا الكاليبر عندي بي انلارجمنت، يعني عندي واش اوت او بريك اوت، ونفس الشيء بالنسبه للتو ارم او الـ يعني الـ هذا الكاليبر اللي ادفانس كاليبر اللي عندي هنا، لان هنا انا طبعا عندي تنومه، وتنومه هو شيل، وبالتالي انا اتوقع يصير عندي واش اوت او بريك اوت بالتنومه. هذه كلها حددناها طبعا باستخدام الميكانيكال اف موديل، يعني انا هذا عندي كله هو الميكانيكال اف موديل، ومن هنا الحد هنا هذا يسمون ويل بور ستابيليتي اناليسيس، يعني اللاست بروبرتيز روك سترينث ستريسز، هذه ميكانيكال ميكانيكال ايرث موديل مالتي، الويندو مالتي مال ماد ويت اللي بيها البريك اوت والبريشر واللوسز جريدينت والبريك داون جريدينت، هذه ويا ساينثيتك فيلر اللي انا طلعته هذه يسموها الويل بور ستابيليتي موديل. هذه هنا البقية الديتا اللي موجودة احنا كلها نسميها الكاليبريشن ديتا، تمام؟ هذه عندي الليثولوجي اللي حكينا عنها بالبداية احتاجها، وعندي الكيسينج مالتي اللي موجود عندي هنا. عددت المشاكل اللي موجود عندي، هسه اجي هنا احدد المناطق او البريفيرد دايركشن او شنو احتاج، هذه يسموه سنجل اناليسيس. هذا يمثل لي المد ويت، وهذا يمثل لي هنا التراجكتوري، جاي يشوف انه حساسيه الاستخدام مال المد ويت ويا من ويا الديفيشن، يعني كل ما يزداد عندي الديفيشن كل ما احتاج اكثر مد ويت. شلون احدد الدايركشن مال يعني البريفير دايركشن؟ حدد من خلال البريك اوت، طبعا عندي دراسات سابقه على اف ام اي، هذه طلعنا منها بريك اوت، عرفنا اتجاه البريك اوت يمثل لي اتجاه المينيموم هوريزونتال ستريس، والتنزايل او الانديوس فراكشر يمثل لي انديوس فراكشر لما ارفع ماد ويت وصير عندي اوبن فراكشر، احددها يمثل لي الماكسيموم هوريزونتال ستريس. بريفير دايركشن دائما يكون بالمينيموم هوريزونتال ستريس، ليش؟ طبعا هذا شميت بلوت، هذا هنا كل دائره تمثل لي ديفيشن معين، يعني هنا أنا بالنص هو صفر ديفيشن يعني فيرتيكال وين، دائرة الثانية تمثل لي 10 20 30 40 50 وهكذا للتسعين توصل هنا. طبعا بالاتجاهات لما احفر باتجاه الماكسيموم هوريزونتال ستريس خلي نقول عد 30 10 20، لما اقول 30 يعني راح يصير هنا أنا يحتاج لي مد ويت عالي، بالتالي انه انا يعني راح ممكن انه اثر على المنطقه اللي بيها لوسس، في حين لما احفر باتجاه المينيموم هوريزونتال ستريس لما اوصل ل 30 ابقى انا بالمد ويت الناصي واتجنب الانستابيليتي وبنفس الوقت اتجنب اللوسس. وهذا هذا الغرض من انه انا ليش احدد الاتجاه المناسب للحفر، طبعا كل فيلد له اتجاه مناسب للحفر اللي موجود به. يوسف ايش قد عندنا وقت بلا زحمه عليك؟ استاذ احنا نقدر نخلي لحد الساعه 11 يعني ويا الاسئله، فعندنا بعد 55 دقيقه. تمام، انا يعني خلال نص ساعه ان شاء الله راح انهي ان شاء الله، يمكن 20 دقيقه 25.
هذه طبعا كل فورميشن له فد سنسيتيفيتي اناليسيس مثل ما جاي نشوف هنا. طبعا الاصفر هو الشير فيلر مالتي اللي موجود، هنا عندي المد ويت وهنا عندي الديفيشن. هذه المد ويت، هذه النقطه تمثل المد ويت اللي استخدمه. فعند هذه عند ال 30 جد المد ويت اقدر استخدم، اقدر استخدم مد ويت 10 عند 30. بس لما اصعد عن 30 مثلا عند 60 مد ويت استخدم 12 مثلا، عند 70 12 ونص مثلا. نفس الشيء بالنسبه للبريفر دايركشن لهذه بنفس الحق اللي انا هنا. هذا فورميشن ثاني، ليش هذا البريفر دايركشن؟ لان عندي يعني كل ما يعني مد ويت، انا كل ما اقلل مد ويت كل ما استخدم مد ويت ناسي كل ما يكون احسن، خاصه احنا بمناطقنا عندنا كربونات، الكربونات بيها فراكشر، الفراكشر هي كلش سنسيتيف للهاي مد ويت. تنفتح هذه الفراكشر يصير عندي لوسز، يصير عندي خساره مو بس بطين الحفر، يعني هم يعتبروها خساره حتى يعني ماديه، يعني هم فلوس جاي يصرفون على هذه الكيميكالز اللي يجيبوها. فلهذا انا لما احفر بالمد ويت ايش قد ما ارفع ديفيشن راح يكون عندي ويندو يعني كافيه ارفع، يعني انه استخدم اقل مد ويت به ويا من ويا الديفيشن، يعني اوصل لل 30 وانا بعدني احفر باقل مد ويت. في حين حتى لو اوصل لل 40 هم باقي انا ضمن الليمت مالت من مال اللور مد ويت اللي هي مثلا خلينا نقول 10.5 او يعني حسب الريزلت مالتي. في حين انا اذا احفر باتجاه الماكسيموم هوريزونتال ستريس راح تشوفون انا مجرد انه اوصل لل 30 درجه انا وصلت تقريبا لل يعني لل اعلى ليمت بال او عباره الليمت مال مينيموم ماد ويت. لما ابدي ارفع مثلا اوصل هنا اوصل للون الاصفر، وهذا طبعا هنا 11 ونص 12 تقريبا 12 ونص بكربونات، هذه كلش يسبب لي مشاكل، لان يعني الكربونات هي عباره عن يعني ليثولوجي والديفراكشر يعني وفاكس وبها تفاصيل هوايه، وهي تعتبر من ضمن الكومبلكس ليثولوجي، هيتروجينيتي مالتها عاليه، ما نقدر نحدد يعني طبيعتها من منطقه الى منطقه بنفس الفيلد. وراها طبعا احنا نسوي فد شيء يسموه ستاتستيكال اناليسيس، نخلي الفورميشن كل فورميشن شنو الاكسبكتد فيلر المد ويت اليوز، وبعدين انه احنا بالدرنينج باستخدام هذه الريزلت اللي احنا شفناها هذه الداتا هنا مثلا وبهذا ندي نسوي لنا فد شيت ونوسع المد ويت اللي يعني ايش قد احنا استخدمنا المد ويت، شنو الشير فيلر مالتي، وش قد السجستد مد ويت. سجستد مد ويت راح يعتمد على الشير فيلر دائما، ويعتمد على الفورميشن وذ لوسز. طبعا هذا هو بير واحد من الابار الحقيقيه، يعني واحده من الحقول اللي موجوده عندنا هنا بالجنوب هنا بالعراق يعني بالبصره. وهذه التوصيات مالتنا اعتمادا على اليمن، اعتمادا على الريزلت مال ميكانيكال ايرث موديل والبلبور ستابيليتي اناليسيس. هسه احنا تقريبا خلصنا منين؟ خلصنا من الاوفسيت. هذا البير انحفر، يعني البير اللي احنا شفناه هسه هو انحفر، يعني عندنا الديتا مالته وعندنا الريزلت وعندنا سوينا الريزلت مالته بنينا على موديل جيوميكانيكي بنينا على والبور ستابيليتي. بس احنا هسه نحتاج البير اللي راح نحفره شلون نسوي له موديل. طبعا نستخدم الاوفسيت اللي هو شفناه حتى نسوي بريدكشن للبلاند ويل للبير الفيوتشر ويل. طبعا احنا قلنا شلون نسوي شنو نستخدم من سوفت وير، سوفت وير استخدمناه هو تكلوك. تكلوك بهذا التول اللي احنا نقدر نسوي به كورليشن او بريدكشن سوري. بلاند ويل جيوميكانيك موديلنج اكزامبل، هذا البير اللي هو احنا بلاند تمام بي سكشنين، طبعا سكشن 12 and a quarter وسكشن هو 8 and a half تمام. عندنا هذه التفاصيل مالته الاستيك بروبرتيز، هذه الازيموث طبعا هنا زاد بالانكلينيشن جاي يشوفون وصل 55 درجه تقريبا. الاستيك بروبرتيز مالته عندنا هنا الروك سترينث نفس السيت اب اللي قلت عليه، هنا عندي ستريسز مالتي بور بريشر vertical stress اللون الاسود احمر والاخضر، الاخضر هو المينيموم والاحمر هو الماكسيموم. عندي هذه المد ويت ويندو
وهذا اللون الأحمر هو الشير ستريس اللي هو يسبب لي الانستابلتي، يعني اللي يسبب لي الكيفينج ويسبب لي الشير فيلر، يعني يسبب لي المشاكل اللي هي لها علاقة بعدم استقرارية الطبقات. هذا الأسود اللي هو اللي مثل مدويت اللي استخدم اللي راح نستخدمه اللي أنا وصيت عليه. وهنا أنا عندي فراكتشر جريدينت، وهنا أنا عندي الفراكتشر جريدينت اللي هو اللوسس جريدينت، هذا اللوسس لونه الأزرق، وهنا البريك داون قلنا النكسر بالفورميشن ويسبب إنه هو مشاكل، هذا ما راح نوصل له طبعا إلا نستخدم مدويت كلش عالي. هذا السجستد مدويت مالتي بالسكشن الأول 10.2، ليش هنا زدت من ساعة وصيت 10، هنا وصيت 10.2، وصيت 10 من ساعة لأن كان عندي أحفر ب 30، هنا هسه أنا وصلت 55. أكيد المد ويت إحنا شنو قلنا؟ قلنا المد ويت هو سنسيتيف إلمنت للديفيشن. حفرت ب 10 وطبعا أنا جاي يصير عندي فيلر هنا، أتوقع البريك أوت، بس إحنا البريك أوت مالتنا راح يكون قليل هنا، أنا ممكن إنه إحنا منتينجت بيمن اسوي اللي هو الجود كليننج براكتس، يعني انظف البير اثناء عمليات الحفر، اسوي سيركيليشن بوتوم اب باك ريمينج، يعني بها تفاصيل معينه، وايبر تريب مثلا، دائما اشيك الشيكر حتى اشوف الكيفينج اللي راح يطلع عندي، وبالتالي قبل ما اسحب اسوي بول اوت من الهول لازم انه انا متاكد 100% انه البير مالتي نظيف ما بي اي كاتنج جوا، بما انه عندي شيل لازم اتوقع كاتنج. هذا الانترفال الاول حددنا به، الانترفال الثاني هو المينيمم مود ويت ريكواير تو افويد اللوسز، هذا اللوسز انترفال اللي هو بي دمام واللي هو بي بعد منه هارث، هذا كله لوسز. انا ما عندي مشكله هنا، بما انه فصلت انا هنا انترفال، فصلت الانترفال وذ بريك اوت اللي هو انستابيليتي انترفال عن الانترفال اللي هو وذ لوسز، هنا انا اقدر انا انزل المود ويت. هذا طبعا انا سجست سد كيسين ديزاين، هذا انا اقترحت لهم، هم كانوا يستخدموا غير كيسين ديزاين، اقترحت لهم حتى اعزل المنطقه اللي يصير بها دمام، يصير بها لوسز اللي بها دمام وهارثه، عن المنطقه اللي يصير بها انستابيليتي اللي هي هذه هذه المنطقه عن هذه المنطقه. هنا انا عندي تنوع، تنوع هو من اصعب الفورميشنات طبعا، واللي هو قبل الريزرفور مالتي ده انا صار بمشاكل سبب لي. يعني انا واصل تقريبا للريزرفور صار عندي ستك، لازم اسوي سايد تراك، ويعني اذا ما قدرت اطلع من الستك اللي موجود، لهذا انه انا لازم اكون كلش كيرفول بهاي المنطقه حتى اتجنب الستك اللي صار عندي بمنطقه النوم والخصيب، لان عندي هنا بها شيل انستابل شيل. هذا ريكومنديشن مالتي طبعا انطيه سجست مد ويت، انطيه يعتمد عليه من عاد ديزاين مال كيسنج، هنا انا طبعا ديزاين مالتي كان يختلف عن هذا، هذا انا اقترحته، فلهذا انه احنا نقترح. هذه هي الفائده من انه انا جاي استخدم الجيوميكانيك وجاي جمع المعلومات الجيولوجيه والهندسيه من البتروليوم انجينيرنج واجيبها كلها اخليها بخانه واحده اللي هو سميتها ميكانيكال ارث موديل والبور ستابيليتي موديل حتى استخدمها بالاوبريشن اللي موجود اللي انا جاي اللي جاي اسوي، يعني جاي احفر البير. لهذا جاي يشوفون هنا، يعني ما راح اقراها بس هنا عندي لور فارس، وجاي يشوفون هذا الشيل وهذا كاربونيت وهذا دولمايت وهذه هنا ليارات مال الشيل، كل التوصيات عندي حتى اوبريشن، يعني حتى بالاوبريشن احنا ننطي توصيات، قلل ار او بي، سرعه الحفر تختلف هنا، انا جاي يصير عندي سبلنتري كيفينج مثلا، سبلنتري كيفينج هذه جايه تصير بالامبير مامبل زون اللي هي الشيل زون او كومباكت زون مثلا، وعندي عمليات حفر سريعه جاي يصير هنا، او سحب التريبينج اوت والتريبن ان بالهول هم سريع راح ياثر لي على هالمنطقه، يعني حتى بهذه انت راح تستفاد من عندها مستقبلا لما تدخل بجانب الجيوميكانيك، يعني كمهندسين نفط انتم بالمناسبه الجيوميكانيك ثلاثه يقدرون يشتغلون به، المهندسين المدني بس لازم يكون عندهم يعني جود اندرستاندينج للجيولوجي وللبتروليوم انجينيرنج، والجيولوجيين والمهندسين النفط، غير هذول ما حد يقدر يشتغل هذا الاختصاص، يعني راد له سترونج باك جراوند لل يعني بيج نولج عن كل التفاصيل اللي صار عندي بالفيلد، مو بس بالبير مو بس بالاوبريشن. طبعا هذه نفس اللي شفناها من الساحه، حددنا وليش حددنا هذه، ومثل ما قلنا سنسيتيف لل
ديفيشن اللي موجود عندي البريفير دايركشن هذا مالتي، انا عندي 55 لازم احفر هنا بالمنطقه هذا، هنا 8.9 هنا انا عندي اوصل تقريبا 10.2 لهذا انا قلت 10.2. نفس الشيء بالنسبه للفورميشن الثاني، هنا انا عندي حددت 10.8 10.5 وهذا هو المود ويت مالتي اللي موجود اللي انا راح استخدمه. هنا نفس الشيء، وهذه اللي قلناها مساء انه احنا جاي نسوي اخر شيء سجستن سجست للمود ويت بالنسبه لهذا البير. هذا البير انحفر طبعا هو، بس احنا هاي هسه اللي الديتا اللي شفتوها هي قبل ما ينحفر البير، فهذه كل التفاصيل مالتها انطيناها استخدموها نحفر البير وما صارت بي اي مشاكل. هذه هي فائدة الجيوميكانيك بالدرولينج. هذه طبعا هي سامري للي شنو جاي يصير، شنو الفورميشنات اللي موجودة عندي، شنو المشاكل اللي تصير بيها، الريكومنديشن مالتي المد ويت مثلا يعتمد على اليمن على التراجكتوري وعلى الاناليسيز مالتي، ما يصير يعني اوصل مد ويت على بير استخدمه بالبير اللي جاي، كل بير الى كيس معين. بالنسبة للموديلنج مالتي هي تعتمد على التراجكتوري واللوكيشن طبعا مهم، لان احنا نحكي على هيتروجينيتي بالكربونات، كربونات بنفس الفيلد راح نلقاه انه هو مختلف عن يعني من لوكيشن الى لوكيشن ثاني، لوكيشن تلقى بي فراكتشر عالي الكربونات، لوكيشن ما تلقى بي فراكتشر، لوكيشن يصير بي لوسز، لوكيشن ثاني بنفس الفيلد ما يصير بي لوسز، يعني فلهذا هو هاي فائدة انه احنا نجمع كل هاي المعلومات حتى نطلع فد ريزلت مفيدة بالنهاية تفيد الاوبريشن بالنسبة للدرون. 3D Geomechanic Model هنا انا هذا انا طبعا كان هذا البروجكت مال بي اتش دي، واستخدمنا بروجكت ثاني هم اشتغلنا يعني خارج العراق. 3D Geomechanic و 4D 4D طبعا هنا اقصد به انه انا جاي ادخل الزمن بال 3D مالتي، يعني عندي 3D بس لما اقول 4D انه انا خليت with time. تمام. بس بالنسبه لل 3D هي هاي تفاصيله، عندي اول شيء لازم يكون عندي سايزميك داتا، اذا ما عندي سايزميك داتا لازم يكون عندي ابار على طول الفيلد حتى اقدر احدد اللايرز مالتي الموجود. الريزرفوار موديل استفاد من عنده هنا اخذ بس البريشر اللي موجود اذا انا الغايه مالتي جيوميكانيك. فولتس جدا مهمه حتى اشوف لان كلها تاثر لي على الميكانيكال بروبرتيز وتسوي عندي انكونفورميتي باللايرنج اللي موجود، فلازم يكون عندي هنا طبعا بالجنوب ما عندنا، بالشمال عندنا، هنا بالجنوب حتى لو عندنا ما بيها في التاثير يعني عالي على الفيلدز اللي موجود عندنا. والله طبعا استفاد من عندها، هاي جاي يشوفون شنو جاي يعني شنو استفاد من عندها، الاستيك بروبرتيز، يوم موديلس، بويزر ريشيو، يو سي اس، وفريكشن انجل، هاي كلها اخذها من الولوك. يعني هسه انا وصلت مرحله 3 دي بس انا ما اقدر اتخلى عن ال1 دي، يعني ال1 دي باختصار يعني انت لما تفهم ال1 دي خلاص بالنسبه للجيوميكانيك تقدر تتقدم، لان يعني هو يعتبر الكور لكل الجيوميكانيك دومينز، يعني كل الاسبكت مال الجيوميكانيك، كل اتجاهات الجيوميكانيك هو الواندي. لما يكون عندك فهم واضح بالواندي بالتالي راح يكون عندك فهم لكل التفاصيل. هذه تقريبا السايكل مال 3D. عندي ريكواير داتا لل 3D تقريبا نفس الريكواير داتا لل 1D، بس هنا انا احتاج مثلا جيولوجيكال داتا ستراكشر اللي حكينا عنها هسه بالشكل، اضافه الى سايزميك والويل موديل اللي هو مثل ما قلنا اللي هو ال 1D وديناميك سيميليشن اللي هو في حاله انه 4D. تمام. هنا انا عندي بس فد شكل حتى تشوفون شلون صار عندي جيوميكانيك موديل، هذه اللايرنج اللي جاي اسويه صار عندي لايرز هنا، هنا أنا عندي هذه الفولت اللي سويته، هنا أنا بديت إنه يصير عندي البروبرتي موديل اللي هو بتروفيزيكال موديل، هنا بعدين صار عندي بديت أبني الكيوب مالتي، بديت أخلي اللاست بروبرتيز اللي أنا حسبتها بالواندي أخليها بالكيوب هذا اللي موجود عندي، سوي إمبيدمنت حتى أقلل الإفكت مال ريجنال ستريس على الموديل أو الفيلد اللي موجود عندي، بالتالي صار عندي جيوميكانيك موديل. سو اول شيء اسوي انه انا اسوي بولت لل 1 دي، سويت هذا ال 1 دي مالتي،
طبعا هذا هم بير واحد من الآبار الحقيقية اللي موجودة عندنا هنا بالحقول بالبصرة. هنا هذا الموديل مالتي سويته، أشوف هنا الفيلر طبعا نفس السيت اب اللي موجود عندي هنا، هذه الستريسز هنا عندي لاستيك روك سترينث ستريسز، هنا عندي مثل ما جاي شوف ديبليشن جاي يصير عندي بالبرشر هنا اللي هو اللون الرصاصي، هنا الشير فيلر اللي موجود عندي انا بريدكتد للشير فيلر، وصار عندي كيفنج هنا اللي هي النقاط الخضر، وهنا أنا عندي هذا كله بتايت هول، التايت هول هي نتيجه ان الكيفنج ده جاي صار عندي بالشير لاير اللي هنا موجود. صار عندي هذا الموديل مالتي هسه انا هاي جاي يشوفون انه ريال كيس. هنا انا عندي هذا سويت ريفيو، هاي طبعا انا بادي بال 3 دي، يعني هسه انا جاي اشتغل 3 دي هنا، فبديت 1 دي والطريقه اللي شرحتها بالبدايه هي سويتها، بعدين جاي اجي انه اسوي ريفيو، حددت المنطقه اللي جاي يصير بيها مشاكل عندي. انا عندي كيفنج، انا حفر كيسنج صار عندي هنا في المنطقه هذه، وقف العمق بدا يحفر هنا، بدا يصير عندي كيفنج، كيفنج جاز فلو صعد مد ويت هنا، عندي هنا كيفنج تايت هول، تايت هول هنا، كيفنج كيفنج هنا، كيفنج عندي كيفنج، وصل تقريبا للتي دي مالته. هذا التي دي طول بالتي دي، طول حتى سد البير، ليش؟ صار عندي كيفنج اثناء ما جاي يحفر، صار عندي كيفنج من بدا يرفع صار عنده تايت هول. ليش؟ لانه هو استخدم 10 بي بي جي ماد ويت، ما غير الماد ويت مالته، ما حسن من الماد ويت. وانا شنو هنا حددت المشكله مالتي، اخذتها من الديلي درينج ريبورت، حددت المشاكل مالتي وشفتها وين؟ شفتها هنا، كلها شفتها هنا، يعني هذا الكيفنج بدا يصير عنده، وبعدين من بدا يرفع الدرولك سترينج مالته بدا يصير عنده التايت هول والستاك، حتى ستاك صار عنده، هذا الستاك صار عنده هنا في المنطقه، وصار عنده ستاك طول سدت البير، يعني ظل هنا يشتغلون على الستاك وبعدين قدروا انه يطلعون من البير. يعني هسه انا من الريفيو هذا اقدر احلل البير شنو صار، واقدر اتوقع شنو راح يصير عندي بالمستقبل في حاله انه ما طبقت بصوره صحيحه. فسويت ريفيو، بعدين جبت الفيلد مالتي، اخذت عندي ابار على طول الفيلد، كنا اذا ما عندي سايزم ديتا اخذ ابار اكثرهم، يعني اخذنا تقريبا 12 بير، استلمنا فد موديل من اللي هو هذا يمثل لي ريزرفور موديل، هذا ريزرفور موديل بي بريشر، استلمنا اللايرز مال هذا ريزرفور موديل كان عندي 12، بعدين انا كملتها سويناها كامله للسيرفيس مال السيرفيس للبوتوم اللي هو اخر تكوين عندي كان الزوير، ضفنا 16 لاير فوق ال 12 اللي موجود هورايزن العفو اللي هي فورميشن توبس بيها، هنا كان 56، هنا ضفنا بعد اضافيه 84، بدينا صار عندي بدا يكمل عندي الموديل مالتي. هنا انا سويت الكيوب، هذا الكيوب اللي هو جاهز قسمته الى كيوب، هذا كيوب وقسمته الى كيوبات صغيره يعني اللي هي هاي حجمها تقريبا، حتى تكون جاهزه انه اخلي البروبرتيز اللي حسبتها من الواندي. بعدين جيت سويت مقارنه بين اللون الاسود يمثل لي البروبرتيز اللي خليتها وين بالكيوب مالتي هذا اللي هنا، في حين اللون الاحمر هو اللي يمثل لي البروبرتيز اللي انا طلعتها من الواندي. تمام، هذه عندي بيرين تقريبا، وتاكدت انه انا عندي ماتش بين الديتا اللي خليتها بال 3 دي والديتا اللي جبتها من الوان دي. فقلت للمرحله الثانيه انه انا جاي اسوي بوبوليشن المن الالاستيك بروبرتيز والبيزر ريشيو مالتي. هذا اليوم موديلس على طول الحقل، هذا الازرق يمثل لي اقل قيمه لليوم موديلس، هذه اللاير انا اعرفها كجيوميكانيك. ليش نقول احنا نريد الليثولوجي؟ تعرف الليثولوجي ايش قد؟ انا اعرف هذه اللاير هي تنوما، يعني هي اليونج مودلس مالتها قليل، لان يعني هو الفورميشن الوحيد اللي هو شيالي فورميشن وفيري ويك. بالنسبه للبويزن ريشيو نفس الشيء، جاي نشوف اكو تغاير بين البروبرتيز باتجاه العمق، في حين اكو يعني تغاير بسيط باتجاه يعني بالاتجاه الهوريزونتال، وهذه فد شيء يعني طبيعي انه بالعمق تزداد الخصائص. هذا يوم موديلس، بعدين نجي لليو سي اس، وهذا الفان اللي هي فريكشن انجل، طبعا هذا مثل ما جاي تشوفون تنومه واضح عندي بال
بالفقر. بعدين نسوي شنو؟ مابينج للبور بريشر، نفس الطريقه اللي استخدمتها سابقا، قلنا ان دي تي ار دي تي اكس بي تي للريزرفوار، والمد ويت مينيموم ماكسيموم للنان ريزرفوار او الكيك او اللي فلو. هنا انا نفس الشيء سويته، بس انا منين اخذتها؟ اخذتها من الريزرفوار موديل كامل. بالنسبه للريزرفوار اخذتها من الريزرفوار، بالنسبه للنون ريزرفوار انا سويته باستخدام هذه الطريقه اللي قلت لكم عليها. لما بور بريشر يحتاج لي شنو؟ يحتاج لي نوب ستريس. بس ستريس شنو؟ ستريس يعتمد على التايم، يعني انا جاي اسوي 4 دي، هنا انا سويت الامبيدمنت. الفيلد مالتي هو هذا، هذه المنطقه بس. ضفت انا ليارات باتجاه الاكس والواي والزد على اقل الريجنال افكت. ريجنال افكت هو الجرافيتي لود والبور بريشر والريجنال ستريس على الفيلد مالتي الموجود. حتى اسوي ستريس هنا استخدم كابلينج ميثود، اللي هو منين اجيب؟ انا اجيب البور بريشر من الريزرفوار سيميليشن موديل، اجيبه شنو كامل يعني ويا التايم، اللي هو احسب الدلتا بي، واجي هنا أنا عند كل بوينت بالبريشر ايش قد كان ستريس مالتي لحد ما اوصل لاخر اخر يعني اللي هو مثلا لهالسنه هاي، واتوقع للسنوات اللي جايه. هذه هي الفكره باختصار، انه انا اخذ بريشر. يعني احنا شنو السيت اب مال بريشر؟ يعني السيت اب مال ماس ستريسز، هذا السيت اب ماس ستريسز، هذا السيت اب ماس ستريسز يتغير بتغير اي واحد من عندنا. يعني لما يتغير فيرتيكال ستريس يتغير السيت اب، لما يتغير بور بريشر يتغير السيت اب، لما يتغير الماكسيموم يتغير هذا السيت اب كله يتغير، شيء تقل وشيء تزداد، ويعني يتغير تماما عن الاصل. فلهذا انا عند كل نقطه بريشر راح يكون عندي ستريس معين، وراح نشوف هسه شلون جاي يتغير الستريس ويا التغير مال البريشر. حسبت الستريس، واللون الاحمر يمثل لي الستريس اللي حسبته بال1 دي، واللون الازرق يمثل لي الستريس اللي حسبته بال4 دي عند سنه معينه، مثلا هاي 2011 2011 2011 هذا الستريس هم اللي حسبته بال1 دي لهذا البير، لان البير هذا انحفر بال2011. فشفت اكو ماتش 100% والستريس اللي حسبته بالفور دي والستريس اللي انا حاسبه من البدايه. هنا انا حتى بس نبين لكم شنو اللي جاي يصير بالوالبور، هذا الوالبور مالتي. الستريس اللي مأثر عليه هو مثلا هنا انا عندي المينيموم هورزونتال ستريس، عندي هنا الماكسيموم هورزونتال ستريس، عندي البور بريشر جاي يقاوم كل هذول، وعندي هنا أنا طبعا يكون كل الاتجاهات، وعندي البور بريشر هنا أنا جاي يعني مثلا هنا انا حتى جاي احفر واطلع الفيرتيكال ستريس واقلل تاثيره. هنا انا شنو؟ هنا انا لازم يعني شلون انا اسند البير؟ اكو مد ويت، وانا هنا عندي هيدروستاتيك بريشر حتى شنو؟ حتى يعني اقلل من التاثيرات هذول يعني. بس لازم اكون شنو؟ بالانس بينهم يعني. وعندي بور بريشر داخل الوالبور مالتي هنا هم راح يكون له تاثير على هذول الستريس اللي موجودين، هم راح يقاوموا مثلا. فهذا هو السيت اب مال البير او مال والبور اللي انا جاي يعني جاي حفره. هنا طبعا سوينا مقارنه بين ال1 دي اللي هي هذه باللون الاخضر، وبين حسبتها من ال3 دي، والريزلت جاي اشوفه انه تقريبا متشابهه، وهذا ياكد لي على انه الستيب الاولى اللي انا بديتها كانت ماتش ويا الستيب الاخيره اللي انا نهيتها. اجي هنا انا اشوف شيء عندي يسموه فيلد انتجريتي، جاي اشوف التغير اللي يحصل بالبريشر ويا التغير اللي يصير بالاس اتش من اللي هو المينيموم هورزونتال ستريس. هنا انا عند 1953 هنا 1953 هسه اذا تغير شنو صار عندي؟ تغير البريشر، صار عندي هنا دروب بالبريشر، جاي اشوف هنا جاي يصير عندي تغير بالستريس اللي هو المينيموم هورزونتال ستريس. اتقدم صار عندي هنا دروب بالبريشر، هنا انا هم نفس الشيء صار عندي دروب بالبريشر بكل الفيلد تقريبا اللي موجود عندي. هنا نفس الشيء عندي 2021 صار عندي دروب بالبريشر تقريبا بكل الفيلد، هنا هم نفس الشيء صار عندي تغير بالستريس اللي هو المينيموم هورزونتال ستريس. هذا ياكد لي انه لما اغير بور بريشر راح يغير عندي ستريس المينيموم، لما يغير عندي المينيموم كل الباراميتر مالتي مال الحفر لازم تتغير، لازم انا اخليها بالحسبان حتى شنو ما تصير عندي هاي المشاكل اللي تصير ستاك، تصير عندي لوسيس، تصير عندي تايت هول، تصير عندي باك اوف، هذه كلها ما تصير عندي.
هنا أنا عندي هذا بور بريشر ويا الستريس تشينج. هنا عندي فشي اسمه ستريس ريشيو اللي هي نسبة بين الماكسيموم هوريزونتال ستريس إلى المينيموم هوريزونتال ستريس. استفاد من عدها شنو؟ حتى أحدد المناطق اللي يكون بيها possibility، حتى يكون بيها يصير بيها يعني هاي possibility للستاك. فالمن إذا كان البور بريشر، إذا كان ستريس ريشيو العفو عالي يعني بهالمنطقة، هذا معناها منطقة يعني متوقع يكون بها ستاك. بس احنا هاي المنطقة مثلا متوقع يكون بها ستاك، المناطق العادية هي لا بأس بها. بس هسا انا جاي اشوف انه بديت مثلا هالمنطقة، شوف التغيرات اللي راح تصير ويا التايم. هنا انا هذا البري برودكشن يعني قبل الانتاج، بعد الانتاج بدت الستريس ريشيو تتغير عندي، تغيرت هنا. شوف هسا انا المنطقة اللي بها عالي ستريس ريشيو صارت واسعة على طول الحبل، هاي كلها راح تنطيني انه هاي المناطق راح يصير بها ستريس بالمستقبل من جاي. هاي يا سنه هاي 2021 العام، خلينا نشوف بالالف يعني بعد 2034 نفس الشيء. اذا ما اسوي منتين للبريشر هنا، اسوي منتين للبريشر هنا، اسوي منتين للبريشر، قلل السك يعني المتوقع مال السك قل بهالمنطقه، في حين كثرت بهالمناطق لان شنو هنا زاد البرودكشن. هنا أنا نفس الشيء بالمنطقه هاي زاد البرودكشن، لهذا هاي المناطق راح تكون اكثر عرضه للستاك بايب اللي يصير بال اثناء عمليه الحفر. طبعا هذا المود ويت كيوب هذا حسبناه، تذكرون هذا اللي شفناه هنا اللي احنا سميناها مود ويت ويندو. هاي مود ويت ويندو، بس هاي شنو؟ سنجل ديبث اللي هو والبور. هسه هاي احنا حولناها الى 3D، صار عندي كيوب للمدويت على كل الحقل. يعني هسه احنا هذا على كل الحقل، يعني هنا انا مثلا المدويت ويندو بالمناطق الاصفر 9، يعني عندي 9 بي بي جي فليكسيبيليتي حتى اصعد وانزل مدويت. في حين هاي المنطقه اللي هو انا عرفتها واللي اكيد انتم عرفتوها اللي هي التنومه اللي هو الشيل، هذه المنطقه المد ويت مالتها او الويندو هذه اللي شفناها بالوندي قليله بها، يعني تكون كلش ضيقه بحيث انه احنا ما عندنا فلكسبيليتي نرفع وننزل مد ويت. يعني تقريبا هي ضمن ال 1.5 بي بي جي. فهذه منين اخذتها؟ من الستريسز ومن الالاستيك ومن البدايه اللي بديتها انا بالوندي. اجي هنا انا هسه عندي اللوسز ليميت والبريك اوت. بريك اوت شنو يمثل لي؟ يمثل لي الانستابيليتي، يعني الواش اوت اللي يصير، الكيفنج اللي يصير. اللوسز شنو يمثل لي؟ يمثل لي اللي هو المينيمم هوريزونتال ستريس، يعني لما الـ القيمه اللي راح ينفتح بها الفراكشر ويصير عندي بها لوسز. هسه باللوسز هنا أنا المناطق اللي باللون الاصفر اللي ارفع مود ويت 15 يكون عندي لوسز. منطقه الصفراء الحمراء هي منطقة كلش كومباكت بحيث حتى لو أرفع ل 18 ما يصير عندي بيها لوسس. تقريبا أنا بالحقول هنا أنا ما عندي مشكلة بالأوبن، يعني أنه أنا بالكسر الفورميشن، أنا عندي مشكلة بالفاكس والناتشرال فراكشر اللي موجودة عندي. لهذا هذا الشكل بالنسبة لللوسس ينطيني إنديكيشن، بس بنفس الوقت لازم يكون عندي بعد يعني فد ستاديز أكثر ديتيلز حتى أشوف الفاكس تواجدها وين، مناطق اللي اختثر بها وين، الكثره مالتها وين، الفراكشر نفس الشيء، لازم يكون عندي فراكشر ديستريبيوشن موديل حتى اعرف وين الفراكشر يزداد وين يقل حتى اقدر احدد المناطق اللي احفر بها. بالنسبه للبريك اوت هاي اللي هو الجريدينت او الليمت مال من ما شير فيلر، يعني هنا أنا ما اقدر انزل اقل مود ويت. يعني المنطقه اللي تقول لي هذا 11 مود ويت، هذا 11 شير فيلر، يعني هاي المنطقه الحمراء اللي هي تنومه، يعني لازم استخدم 11 حتى ما يصير عندي كيفينج ولا يصير عندي ستاك ولا يصير عندي تايت، لازم استخدم 11. في حين مناطق اللي هي مثلا هذه الاصفر اللي هي اقدر استخدم بها 10، المناطق هنا حتى 1 بي بي جي هاي منطقه هي منطقه مناطق قويه وما بها بور بريشر، هاي عادي يعني حتى لو احفر هواء هم ما عندي مشكله، ما يصير عندي بها اي مشاكل. نهر عمر مثلا هنا عندي 10 لازم احفر بها، ابر شيل مثلا هنا لازم احفر تقريبا بحدود 10.5 حتى اتجنب الكيفينج واللوس. نجي هنا انا عندي المد ويت،
تذكرون من قلت لكم انه احنا المد ويت هو سنسيتيف للديفيشن، فهنا انا عندي مثلا انا اذا جيت حفرت مد اذا جيت حفرت ويا 50 درجه ايش قد مد ويت استخدم؟ مثلا هنا انا عندي نهر عمر، هذه الويندو طبعا هذه مو مد ويت استخدم بس هذه الويندو، بس نهر عمر مثلا عندي هنا أنا بين الأربعة ونص الى خمسة الويندو مالته عند ال 50 درجه، يعني عندي ويندو 4 ونص 5. هسه اذا احول انا لل 90 شنو صار عندي؟ قلت من 4.5 الى 5 الى اقل من 2.5، يعني الويندو صارت عندي ضيقه بحيث انا ما عندي الفلكسبيليتي حتى اقدر اتحكم بالمود ويت. فهذا هذا اللي شرحت لكم اياه بال1 دي، وقلت لكم هنا انا عندي سنسيتيفيتي بين المود ويت وبين الديفيشن، وهذه هي المعنى الحقيقي للويل بور ستابيليتي. هنا أنا عندي طبعا تنومة، طبعا أنا هنا أكو سلايدات مخلي بها إكس فيلد وأكو سلايدات مخلي بها لا هو حقل الرميلة، أنا هي هاي يعني ببلشت ثيسس تقدرون تحصلوها من الجامعة، وأعتقد منشورة هم بال يعني بوحدة من المواقع يعني ال يعني الثيسس مالتي، فهي الحقل الرميلة يعني. أنا نفس الشيء عندي 50 درجة بريك أوت، هذا البريك أوت اللي هو قلنا إحنا هو مسؤول على الانستابلتي اللي يصير اللي هو الوش أوت والتفاصيل الأخرى اللي يسبب لي إياها الكيفينج اللي هي الستاك والتايت هول وهاي الشغلات. فأنا مثلا عند 50 درجة عندي نهر عمر وعندي تنوم وجاي شوفوا عندي أبرشة، بس شوفوا هسه أنا عندي بس دولة تقريبا أحمر أو برتقالي طوخ، في حين أنا هسه أحول إلى 90 شو راح يصير عندي؟ صارت عندي مناطق يعني واسعة بها هذه الأحمر، يعني بحيث أنا البريك أوت هنا أنا لما أقول أحمر يعني لازم أستخدم 11 عند من عند 90، لما أقول أحمر اللون الأحمر أستخدم 11، هنا أنا أستخدم 11 يعني بين 10 ونص إلى 11، نفس الشيء بالنسبة للدوبير فورميشن. هذا هو المود ويت كيوب مالتي للفيلد اللي أنا اشتغلته بالدراسة. طبعا نفس التوصيات نوصي هنا شنو صار عندي ال 3D، شنو الفائده من عنده، هو مور ادفانس من ال 1D. طبعا انه ال 3D نقدر انه نستفاد من عنده بالدرولينج، نستفاد من عنده بالفيلد ديفلوبمنت بلاننج، اليونج مودولس والبويزر ريشيو واليو سي اس والفريكشن انجل، شفنا انه التغيرات مالتهم بالاي اتجاه يصير باتجاه العمق مو باتجاه الهوريزونتال، وهذا طبعا باتجاه الهوريزونتال فاريشن، طبعا اكو فاريشن وهذا يعتمد على الهيتروجينيتي اللي يصير بالكربونات، بس مو مثل باتجاه الفيرتيكال لان كومباكشن يزداد بازدياد العمق. بو بريشر ديبليشن شفنا انه لما يكون عندي ديبليشن شلون راح ياثر لي على البريسيبل ستريسز اللي موجود عندي او الافكتيف ستريس، شفنا التغير، شفنا انه احنا لما نحسب الريشيو بين الستريس المينيموم والماكسيموم والمينيموم شنو جاي يصير عندي تغيرات هنا، شنو راح ياثر، شنو اقدر استفاد من عندها. الريليشن شيب بين المود ويت مثلا والتراجكتوري اللي هو ديفيشن، خاصه ديفيشن شنو ياثر، لما يكون عندي ديفيشن عالي احتاج مود ويت عالي، لما يكون عندي ديفيشن مثلا قليل احتاج مود ويت قليل، هذه كلها احنا نقدر نحللها باستخدام الجيوميكانيك. وهذه ما أعرف أنا هي تقريبا ساعة ونص قضيت، أتمنى أنه يعني المحاضرة كانت مفيدة لكم نفس الوقت ممتعة، وإن شاء الله استفادوا من عدها. اختصاص أنا بالنسبة لي أوصي بي بالعراق ما عدنا هواي هذا الاختصاص، يعني ما أعرف ما يعني ما شفت أحد اختصاص الجيوميكانيك عدنا بالعراق غير يعني كم شخص يعني، بس ما يعني ما يشتغلون بالجوانب يعني، يمكن بس سوى بحث ونشاره وخلاص يعني ما عنده شغله يعني، بس يعني قصدي بالقطاع النفطي ما شفنا جيوميكانيك انجينيرز. فنصيحتي انه انتم يعني تفكرون انه تخوضون بهذا الاختصاص، يضيفوا لكم وبنفس الوقت انتم تضيفون للاوبريشن للاندستري بنفس يعني اللي هي احنا نعتبرها المين اندستري عندنا الاويل اند غاز. شكرا للوقت
وأي سؤال أنا راح أكون سعيد حتى أجاوب عليه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور يوسف. شكرا جزيلا تواجدك معنا مع الدكتور ليال. شكرا دكتور ليال. شكرا دكتور. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا للحضور. شكرا جزيلا لجهود الطلاب والقائمين على هذا على هذه الندوة. شكرا جزيلا للجميع إن شاء الله. ممتنين لوجود حضرتك اليوم ويانا دكتور. تسلمين دكتور ليال. تسلمين. والله هو على قولتهم يعني أنا ردت أسويها من البداية بس يمكن صارك وفد فتقابل إيميلاته وهذه يعني يعني صراحة دائم شلون يكون عندي حافز إنه أنطي محاضرة لجامعة البصرة النفط والغاز طلاب إن شاء الله يعني إن شاء الله في بداية العام أعتبرهم من الطلاب الإفكتيف ستودنتس يعني أنا أعتبرهم يعني طلاب جامعة النفط والغاز إن شاء الله ما يخيبون ظنك. شكرا جزيلا. إن شاء الله نستضيفك حضوريا إن شاء الله بداية العام الدراسي. إن شاء الله أكيد. إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا دكتور يوسف. طبعا لحد الآن ما حصلت أكو أسئلة بالشات فأي شخص عنده سؤال يقدر يسوي ريز هاند الآن أستاذ نجاح سوي ريز هاند أستاذ نجاح أسوي لك أسك تو أن ميوت وتقدر تتحدث. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ نجاح حبيبي. مرحبا دكتور بارك الله بيك دكتور على المحاضرة القيمة يعني بصراحة خليت النقاط على الحروب بالنسبة لهواي مواضيع ما أعرف إذا طلاب استمتعوا مثلي يعني لأن المواضيع أدفانس بالنسبة لهم لكن طريقة الشرح والبرزنتيشن يعني كانت كلش واضحة. والله أنا حاولت قدر الإمكان أنه سهلة بصراحة يعني يعني بس حاول قدر الإمكان سهل حقيقة أنا مستمتع يعني على طول المحاضرة مستمتع على الداتا اللي قاعد تعرضها والمعلومات القيمة اللي نوهت إليها فقط أنا أحب أشير إنه دكتور إنه صحيح إنه الهندسة المدنية هي اللي كانت الأساس بتطوير الجيوميكانيك لكن الجيوميكانيك هم عادة خصوصا بالنسبة لتخصص الهندسة المدنية يعتمدون على الشالو ديب الشالو ديب يعني ما يروحون ديب مثل الآبار اللي احنا نحفرها يعني مثلا بالضبط 30 متر بالضبط ايه فاحنا احنا اقل بير محفور عندنا هسه مثلا يعني بالرمال بدنا نشغل 4.5 ما وصلنا ل 5000 الا اللهم يعني حالات قليله يعني بعد انت تتوقع شلون صعوبتها راح تصير بالضبط ايه فبالجانب يعني نفس الاساس النظري اللي يعتمدون عليه جماعه الهندسه المدنيه بدراسه يعتمدون عليه بهندسة النفط لكن مجال هندسة النفط هو راح يكون ديب أكثر يعني الأوفر فيو مالكم راح يكون أكثر أنا دكتور صحيح. عندي مداخلة بالنسبة بس سجلتها بس خلنا نشوف أوراقي والله وين الماد ويت كيو السنسيتيفيتي اللي إحنا يعني بعد ما بنينا الموديل مالتنا الثري دي موديل وطلعنا بهالريزلت هذه نعم يعني ما اشوف يعني الماد ويت هذني اللي وخصوصا بحاله نهران عمر كان الماد ويت هو 7 بي بي جي وحده من الحالات يعني هذه هي انعكاس للفورميشن بريشر لو انه مثلا الاوتبوت مال الموديل اللي انا اقترحته لان ما اشوف يعني هذا كيوب هذا بالضبط هذا الكيوب هذه الداتا أيوة. شو تمثل يعني تمثل لي الفورميشن بريشر لو انه السجستد انه انا اللي اي شود درولينج وذ ات لا هذا يمثل لي الشير فيلر مال فورميشنز يعني ال يعني بنهران عمر نهران عمر هنا عندي فوق العشر تقريبا يعني هسه بال50 10 ونص تقريبا بال90 لازم اعبر 11 شنو ما يصير عندي حتى يكون ضمن الليميت ما شير فيلر هذا القصد اوكي يعني اوكي هذا الماد ويت كيوب هو راح يمثل لي الليميت مال الفيلر اللي راح يصير عندي بالفورميشن بالضبط عند كل فورميشن ايش قد الفيلر مال هذا الفورميشن جيد زين بالنسبه وين العفو دكتور ولا اطول وياك بالحكي بس البريدكشن مالتي هو البيست اون ويل بروفايل هاي متفقين عليه انه اذا كان فيرتيكال ولا ديفييتد ولا هوريزونتال بعد ما بديت بنيت الموديل
وسلمت للكلاين. هنا الكلاينت هو يعني انا راح اسوي رن للموديل بناء على الويل بروفايل اللي راح يعطوني اياه لو انا مثلا شلون تكون الداتا مالتي هي جاهزه انه لكل حالات انه مثلا اذا فيرتيكال امشي ويا هذا الحساب. هسه انا هذا اوكي هسه هذه الحاله الدرولينج انتجريتي اوكي هذا هسه عندي خليه كبيره هنا انا جيد الديفيشن مالته 50 واتجاه مالته الازيموث باتجاه المينيموم هوريزونتال ستريس تمام اوكي اقول له انطيني البروفايل مال ماد ويت مالته شنو راح ينطينيهم بس بير هسه سنجل هسه هذا عندي هذا الكيوب كامل بس انا هسه هذا سنجل اقول له انطيني البروفايل مال ماد ويت مال ماد ويت مال ماد ويت شنو ينطيني ينطيني بالضبط هذا الشكل هذا انا جايبه من هذا الكيوب تاع هذا الشكل انا جايب هذا الكيوب هذا الكيوب هسه هذا الماد ويت مالتي وهذا الشير ستريس فانا حتى اتجنب الشير ستريس لان يعني جاي يصير عندي هنا واش اوت جاي اشوفه انت حتى اتجنب مالتي لازم ارفع ماد ويت يعني اوصل هسه انا ايش قد مستخدمين قليل هو لازم اوصل هنا 10 مثلا او 10 ونص حتى اتجنب الشير فيلر اللي جاي يصير عندي هنا وبالتالي ما يصير عندي واش اوت بالصوره هذه يعني هنا هو يصير عندي تايت هول كلش هواي تايت هول يعني هاي ستاك يعني راح يصير عندي بالضبط فهذا القصد انه انا هذا الكيوب اللي شفته اللي شفناه احنا ال 3 دي اللي هو لما اخلي بير يعطيني الريزلت راح يعطيني هاي الريزلت اها حلو يعني راح يعطيني وهذا الريزلت اي يقول لي هذا الليميت وهذا التفاصيل الاخرى مالته دكتور مداخلة أخيرة فقط أنه جنابك ذكرت في النار ريزوفار الفورميشن الفورميشن اللي هي مو نانو ريزوفار شون قلت نعتمد على الماد ويت حتى نحصل الفورميشن براشر مالتها أو بريديكشن للفور براشر مالتها نعتمد على الماد ويت يعني مثلا أنا عندي ماد ويت جيد without any poor pressure relevant event يعني عندي ماد ويت جاي استخدم 9 صار عندي غاز فلو جيد اردت اقطع الغاز رفعت الماد ويت سويته 9.5 قطع الغاز فبهيك حاله ايش راح افرض انفورميشن البريشر مالتي راح يكون 9 بي بي جي بالضبط 9.5 الماد ويت اللي قطعت بالغاز هو يعتبر البور بريشر مو دكتور انت تعرف يعني احنا عاده بالحفر مالتنا دائما يكون اوفر بالانس فاحنا هذا الاوفر بالانس هو ما بين 150 تقريبا يعني هذا رفلي مو في شيء ثابت ما بين 150 هذا اوفر بالانس انت اوفر بالانس تشيري بين الهيدروستاتيك وبين ال والديناميك اثناء الحفر بالضبط هو بعيد عنا ترى هذا احنا بس جاي ننطي مادو بور بريشر جاي نحسبه يعني مثلا صار عندي كيك هسه احنا مثلا ذاك اليوم واحد من الابار بزبه صار بي كيك هو داخل بزبه يحفر 10.2 مثلا بزبه مقلل على نعم من له باعتبار ديبليتد بالضبط وصار عنده كيك رفع عليه 12 وصل 12 اعتقد او 13 بي بي جي يلا قطع الفلو صار عنده كيك فلو فهذه هو البور بريشر احنا اللي نسميه الماد ويت كات هو هذا البور بريشر هاي وين احنا نحصله مثلا بالاحمدي بالرميله اكو هذه مرات يصير عندي غاز فلو فاحنا ما راح نرفعه يعني بصراحه مثلا احنا واحد من الحقول رفعنا 10.5 قطع اعتبرنا 10.5 او 9.8 او 9.6 فاحنا بس بالنون ريزرفور بالريزرفور لا يكون عندي ريال داتا وخلاص بالضبط عندي عندي مجموعه من التيستات انا اقدر استخدمها اي بس بالنون ريزرفور لازم اكون كلش دقيق واعتمد على الدرولينج داتا يعني اعتمد على هاي الفلو الكيك الغازز هاي اعتمد عليه حلو حتى انه اسوي فلنج للجاب اللي موجود عندي بالضبط على اشتي بالضبط سؤال الاخير دكتور ونشوف بين احتمال بقيه الطلاب عندهم اسئله ان الفيلر كرايتيريا اللي
اللي جنابك اشتغلتها بالطروح مالتك، عندنا الموركولوم والموديفايد لادر. جربت تشوف البقيه يعني مثلا اللي جربتهم صراحه الموركولوم شنو اللي جربت بالريزلت يعني ما كان اكو ماتش بصراحه انا بعد شلون استخدم وشلون احدد هسه انا بالجنوب مثلا بالعراق بالضبط ميدل ايست بصراحه على الحقول اللي اشتغلناهم بالخليج مثلا ان الاثنين هم مضبوطات ليش انا اخو مو افرضهم فرض يعني انا عندي اوبزرفيشن وعندي كاليبريشن ديتا لما اشوف الكاليب يتطابق ويا الفيلر اللي انا طلعته والاكستراكتد درلينج ديتا اللي انا طلعته يتطابق ويا الفيلر اللي انا يعني طلعته هذا انا باعتبار انا صحيح 100% فلهذا البقيه ما كان عندي بهم ما كان كلهم جربتهم صراحه واصلا مقتنع بموهر وعلى نظريه اولاده على النظريات مالتهم لان هي منطقيه بصراحه يعني موهر يقول يا با الفيرتيكال مال التاثير اي بالفيرتيكال مال التاثير لا دي يقول لا لما يزداد اكثر من 12 واكو دراسه بهاي الشغلات اكو فيرتيكال افكت خلاص هاي صحيح اكو فيرتيكال لهذا انا استخدمت هايبرد بالديفييتد واستخدمت ديتش بالفيرتيكال تراجكتوريز دكتور اكو طروحات يعني طروحة ماجستير مستخدم غير كرايتيريا هم على فيلد بالجنوب ادز لك اياها ان شاء الله بنشوفها يعني شفتها وطالع بنفس الريزلت تقريبا اي شفت صحيح بس هنا شنو راح انا تشيك ستريس يعني هو يمكن يطلع عنده نفس الريزلت مال فيلر بس ما ادري اذا طلع نفس ستريسز مو احنا ستريسز يحكمنا ستريس عندك هنا انا بالجنوب يقول انت ضمن الرجيم مال نورمال تو سترايك انا اذا يصير عندي صحيح هاي مشكله يعني او يصير عندي بس نورمال او يصير عندي بس سترايك هم هذا غلط احنا الرجيم اللي موجود عندنا بالمنطقه سواء بالعراق او الخليج اللي داير ما دايره هو سترايك تو نورمال ستريس ريجيم اذا يصير عندي ريفيرس او يصير عندي بس سترايك او يصير عندي بس نورمال هذا غلط يصير عندي حتى لو انا بريدكت للفيلر والكاليبريشن مالتي صحيح لازم هم تشيك الفيلر ما ليش اقول الخطوه الاولى انه انا ضبط الميكانيكال ايرث موديل اللي هن للاس روك سترينث والستريسز بعدين يلا احدد الفيلر مالتي لازم اضبط الخطوه الاولى بارك الله بيك دكتور دكتور تولى السؤال الثاني الفاين تيونينج للموديل مالتي هذا تعرف أنا بنيت موديل والستريسز قاعد تتغير with the time زين يعني إذا كل ما أضيف ويلز جديدة قاعد يصير عندي تغيير بالستريسز فبيج حالة الأبديت شون يكون يعني بناء على الكور اللي موجود عندي لو ديلي دريلينج ريبورت لو ماستر شيت كل هاي الداتا اللي استخدمتها سابقا هو شوف انت الابديت اللي راح يصير عندك بس راح يكون بالبور بريشر بالنسبه لللاست بروبرتيز المفروض انت يعني هي ثابته يعني ما تتغير جاي نحكي على فتشي اسمه ستاتيك بالضبط ما راح يتغير عندي فتشي باللاست بروبرتيز التغير اللي راح يصير بس بالستريس لما يتغير عندي بور بريشر باي منطقه لازم اسوي ابديت للبور بريشر مالتي منطقه يعني انسانه مثلا شفنا احنا هنا يعني شفنا سعد كل سنة كان عندي تغير هنا أنا مثلاً عد كل سنة كان يصير عندي تغير فمثل التغير هنا هسا مثلاً تغير بور بريشر هنا أنا نعم هسا تغير عندي بور بريشر لازم أسوي أبديت حتى يتغير عندي ستريس رجع تغير عندي البور بريشر لازم أسوي أبديت حتى يتغير عندي ستريس فهذا القصد إنه أنت بس البور بريشر يتغير عندك رأساً تروح تسوي أبديت للستريس مالتك تسوي ريران للفيزاج موديل من جديد للسيميوليشن موديل اها نعرف هالشيء تسوي ريران من جديد وهم ياخذ له تقريبا هو الران مال كل كيس تسوي له ران ياخذ له تقريبا يومين لازم الحاسبه مفتوحه والكلاستر يشتغل حلو اوكي دكتور فهسه يعني ما دام الدكتوره ليال موجوده اريد وعد منك ان شاء الله محاضره ثانيه على 1D مور ديتيلز ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عزيزه بارك الله بيك وجزاك الله خير الله يحفظك حبيبي حياك استاذ نجاح دكتور يوسف طالب مصطفى يسال يقول اذا اكو اي مصادر
غير بالجيوميكانكس غير مصدر مع المارك زوباك؟ والله هواية أكو مصادر بصراحة يعني. يعني كجيوميكانيك عندنا هذا اللي هي مثل الاس بي عندنا فد مثلا سوشيتي بتروليوم انجينيرنج، عندنا روك ميكانيك يعني هم اكو فد منظمه بس للروك ميكانيك بيها فد بحوث، وهاي عندنا بحوث منشوره يعني ما اعرف انا بالسي في مالتي يقدر اشيرها وياهم، ناشرين بحوث هواي سواء هنا بالعراق خارج العراق، عندنا يعني هواي تفاصيل، بس ترى هو اضبط واحد مارك زوبر بصراحه. تمام دكتور، ان شاء الله انا اشيرها يا طلاب. طالب علي احمد النمر يقول لي كيف ممكن نتحقق من دقه او صحه الموديل الجيوميكانيكي او حساب مقدار الخطا بالموديل، وشلون نقلل من عندي من ال نحصلها؟ اكيد من الكالبريشن داتا اللي موجوده، شفناها الكالبريشن داتا. يعني انا اذا المودل مالتي مو بريدكت للفيلر اللي موجود عندي ما اكمل، لازم اضبطه ويا الاوبزرفيشن ويا الكاليبر ويا الدرلينج اوبزرفيشن اللي موجوده عندي هنا. مثلا عندي كيفنج هنا لازم يكون عندي شير فيلر، هذا شير فيلر وين يبين عندي؟ بالكاليبر، كاليبر هذا شير فيلر، هذا كيفنج، الكيفنج يجي من الشير فيلر، اذا الموديل مالتي صحيح هنا بهالمنطقه. شيك البقيه نفس الشيء، هذا كيفنج هذا شير فيلر وهذا شير فيلر هنا. نفس الشيء هنا، فهذا اذا ما تاكد من عندهم مستحيل اروح انطي اي ريكومنديشن على اوبريشن او اي شيء. لازم يكون عندي مضبوط الريزلت مالتي ويا الكالبريشن داتا، مثلا بور بريشر مثلا عندي هنا ضبطته ويا من ويا الام دي تي داتا هنا، يلا اقدر انه انطي ريكومنديشن. غيرها انه انا اعتبره بلايند موديل، يعني ما راح استفاد من عنده شيء. فاحنا هسه الاوبريشن اللي لازم يعني احنا عندنا حقلين انا لازمهم اشتغل عليهم، يعني خلاص يعني الموديل اللي نعطيهم اياه اتحمل مسؤوليته. يعني احنا جاي نحكي على بير ينحفر ملايين دولارات، اذا يصير بي مشكله هاي بعد يعني انت تحمل مسؤوليته، يعني اكيد يعني راح هواي تفاصيل سلبيه، تحقيق وانفستيجيشن وشغلات وعقوبات وهاي امور. يعني احنا الموديل اللي ما نتاكد من كل التفاصيل مالته ما ننطي، يعني ما ننطي ابد، حتى لو اتاخر وما انطيهم يحفرون وانا ما منطي بموديل مالتي، ولا اصير انا سبب انه البير هذا يتاثر. نعم تمام دكتور، عاشت ايدك. دكتور سؤال اخير، اكو بحوث انه يستخرجون الميكانيكال ايرث موديل من خلال فقط الدرونج داتا، يعني مشتغلين على هذا الشيء يعني بالشركه او يعني إيه؟ هاي انا هذا شوف انا فهم السؤال، ويمكن من ساعه كنا نحكي انا واحد الاشخاص من شركه معينه. نعم اللي يسوي هالشيء هذا ما عنده جيوميكانيك انجينير بصراحه، او ما يريد يصرف على الجيوميكانيك. كشركات انا جاي احكي، هذول ايش يسوون؟ ياخذون اوفسيت ويلز ويشوفون شنو المادويت اللي يستخدموها، المدويت اللي ما صار بيه مشاكل يقول هذا راح استخدمه، في حين هو ما يدري انه اكو هيتروجينيتي بالحقل، تراجكتوري مالته مختلف هذا البير الثاني اللي راح حفره. لازم يسوي هاي التفاصيل كلها، سنسيتيفيتي اناليسيس، ستاتستيكال اناليسيس، الوالبور ستابيليتي اناليسيس. يعني انت اللي تحكي عليه هو بالضبط اللي هو يسموه الاند اوف وير ريبورت فروم اوفست ويل، ياخذ الاند اوف وير ريبورت فروم اوفست ويل ويطلع المود ويت اللي مستخدمي، الفريكتشر جريدينت اللي متوقعي، التفاصيل هاي يعني يقول لوسز ليميت هلقد، الشير فيلر هلقد اللي هو المينيمم مود ويت والماكسيمم مود ويت هلقد، المنطقه اللي صار بيها مشاكل يقول راح استخدم، خلي اقول استخدم اعلى من هذا المود ويت او اقل من هذا المود ويت. هذا انا اعتبره يعني مو صحيح، إذا ما يكون عندك موديل بكل التفاصيل مالتك، تراجكتوري موجود قدامك، الاناليسيس مالتك راح يصير اعتمادا على تراجكتوري، راح يصير اعتمادا على الالاستيك بروبرتيز روك سترينث وستريسز مالتك، واعتمادا على الاوبزرفيشن اللي طلعتهم من الدي درينج ريبورت او الاند اوف ريبورت اضافه الى الكالبريشن داتا الباقيه. اذا ما يصير عندك كل دول ما تقدر تنطي توصيه فد بير اخذ كيس احتبره اوفسيت على بير ثاني. انا الاوفسيت مالتي هسه انا من الساعه من وصيت شوفتكم من وصيت البير اللي حفرته وصيت هالقد مادويت، من رجعت بالبير الثاني اللي انا بنيت له جيوميكانيك موديل
توصياتي ما كانت نفس توصيات البير السابق، كانت تختلف. ليش؟ لان التراجكتوري مالتي كان يختلف، اللوكيشن كان مالتي يختلف، فهذا القصد. فانا اعتبر هذا الشيء مو صحيح بالنسبه للي انت المعلومه اللي حكيتها. زين دكتور، يعني انا مثلا عندي اوفست ويل، يعني نقول مثلا 5 آبار أو 6، يعني باستخدام المشين ليرنينج ما ممكن اسوي بريدكشن للميكانيكال ايرث موديل مالتي ويكون يعني قريب من الحقيقه؟ يعني خلينا نقول يعني هو هذا اللي جاي يسوي. بعد انا شلون سويت الموديل مالتي مال بلان؟ لا اقصد بالمشين ليرنينج، يعني انه فقط تعتمد هو هذا مشين ليرنينج احنا عندنا في التول بالتكلوك هو بالضبط مشين ليرنينج، يسوي بريدكشن من الاوفست. وطرق بي عندك يا اما افرجنج ياخذ او ياخذ ديستنس مثلا، بحيث اذا اكو فد انتربوليشن بين الابار راح يسويها. يعني هذا كله ترى هو شو اسمه يعني ماشين ليرنينج. يعني واضح. انا هو كان فقط سؤالي انه هو شلون اعتمدوا على ماشين ليرنينج فقط على الدرونج ديتا بحيث يقدر يسوي موديل هو قريب من الواقع. يعني هو ما يسوي جيوميكانيك موديل بالمناسبة، بس على درولينج ديتا هو راح يسوي يسموه مد ويت موديل فقط. نعم بس مد ويت موديل راح يسوي، ما راح يسوي جيوميكانيك. جيوميكانيك راد لها لوك ديتا، راد لها تفاصيل أخرى. لا واضح دكتور. أنا صراحة يعني كانت هم مقدميها مؤتمر فما كان متاح، يعني هو مو مجاني ولا أونلاين. فكان هو البحث مالتهم أنه يجيب الميكانيكال إيرث موديل عن طريق فقط الدرولينج ديتا بالاوفست ويل. اي هاي مثل ما قلت لك، يتوقع المينيموم المدوي، المينيموم مدوي اللي هذا والماكسيموم، ويبني على طول هذا باستخدام اوفست، بس ما عنده هاي التفاصيل. يعني ما يقدر ياخذ التفاصيل مثلا اسش ما يعني ما عنده اللاستيك مال الاوفست ويل، يعني ما يقدر ياخذها ويستخدمها يعني كداتا له. اي يقدر. هسه انا هيك مسوي، هسه انا شنو مسوي؟ هاي داتا مال ويل ثاني مو هذا مالتي، بس اختلفت التوصيات مالتي لان هنا اللوكيشن تراجكتوري يختلف. واضح دكتور، شكرا جزيلا دكتور يوسف. حبيبي اكو سؤال بعد؟ اكو سؤال من احد الطلاب يقول هل نقدر نسوي موديل هيدروليك فراكتشرينج باستخدام جيو موديلينج؟ اي طبعا. وعندنا يعني شباب هم مختصين بهاي الامور، يعني عندنا ولد هم يمكن استاذ نجاح يعرفه احمد قاسم، هو اشتغل هيدروليك يعني عنده دكتوراه بهاي بهذا الجانب يعني ويانا بشلمبرغ. هم ممكن انه اليوم نسوي فد محاضره هو يلقيها يعني. ان شاء الله دكتور. بس عندنا سجاد مسوي ريز هاند، فسويت لك اس تون ميوت، فتقدر تشيل ميوت وتتحدث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا دكتور يوسف على المحاضرة، وخاصة موضوع ممتع، وخاصة جيوميكانيك كل شيء يعني الابليكيشن، خاصة ابتدت يعني ديفلوبمنت بلان والناس يعني ممكن الكوست ويسوي فد الام بي تي قللها. بس للأسف يعني هو عندنا ناس متخرجين يعني جيوميكانيك هواي ماستر ودكتوراه، وللأسف ماكو فد يعني بوزيشن معين بالشركات ال يعني انترناشنال، ويعني ما عدا سيرفيس كومباني ممكن تقدم كسيرفيس، تقدم جيوميكانيك أو سوي ستديز. للأسف يعني أنا سجاد من من أكسون موبيل، يعني أشتغل بأكسون موبيل حاليا. اهلا وسهلا بك حبيبي. سؤالي استاذ استفساري بالحقيقه انه في حاله انه تبدا الجيوميكانيك يحتاج يعني بدوج ديتا معينه على مود تزيد الكيورسي اكيد. في حاله انه بعض الكومبانيز يعني تتحاشى انه تسوي فد يعني فد هالمجرمنت بسبب الكلفه يعني الكوست بالنهايه يعني، فممكن يسوي جيوميكانيك فيلد معين بالاعتماد على يعني فيلد مجاور له لطبقات يعني انت الاكستنشن مال الطبقات اغلب نفس الشيء صح؟ يعني هسه احنا ما نقدر نقول ايه بصراحه، بس احنا مو نستخدم كور ديتا من فيلد مجاور نطبقها على الفيلد يعني قريب عليه. الكور ديتا اللي احنا نسوي بها كاليبريشن، وسويناها بصراحه انا اكثر من مشروع سويتها، يعني تاخذ كور ديتا من فيلد
إذا ماكو بهذا الفيلد والكوست عالي مال كور طبعاً اللي هي ذاتها أو يعني الريبورت مالتها تقريباً يوصل أكثر من مليونين ونص دولار حسب مالته تمام. فأكو شركات تتجنبه فأكو لا يحتاجونه فنغير فيلد ونسوي كاليبريشن للديتا مالتنا اعتماداً على هاي الكور ديتا مال فيلد ثاني يعني ممكن بس مالتها جيوميكانيك موديل الكامل يعني كفيلد بدال فيلد مو صحيح يعني الانسيتينتي عالية كلش يعني في هو شوف احنا كل الفيلد اللي مالتنا احكي لك هسه من الجانب الجيولوجي كل هي عبارة عن ستراكشرال غير بما انه نعم. اكو ستراكشر والثاني ستراكشر معناها ستريسز يختلف من هذا الفيلد عن ذاك اكيد اكيد فلهذا مثلا يعني جاي نشوف انا هسه اشتغلت الرميل اشتغلت الزبير واشتغلت المجنون ونعم حتى غرب القرن يعني عندي بس جوين اون ما للاسف يعني مو وان تو تمام يعني في التعاون بيناتهم وجاي نسوي فد يعني كل فيلد بصراحة واحد أو بسبب هم أستاذ العفو الدكتور يعني بسبب إنه شون الإكسبرينس يعني شون مثل ما تفضل الأخوان الأوفسيت ويلز عنده وعنده إكسبرينس إنه وذن يعني وذن يعني مد ويندو أو مد ويت لعنده لرينج يعني ممكن يتعامل وياه شوف ما سوى أيه هو على أوفسيت صحيح هو على أوفسيت كله على أوفسيت شوف إحنا شغلنا بالجيوميكانيك درلين كله على أوفسيت ما نشتغل أيه. إيه بالأخير هو يتبع له كوست يعني يقول لك أنا ممكن أمشي وضعي وأحل المشاكل مالتي يعني والله صراحة إحنا أكو مشروع من المشاريع بدأوا بجمال وخلكم صريحين بي واحد اللي هو مجنون واحد من الحقول اللي يعني صعبة بصراحة نعم جيوميكانيك أول بير الحفر يعني دمر بير قالوا ريد جيوميكانيك سوينا جيوميكانيك كملنا الحفر مالتهم كلها الأبار كلها بجيوميكانيك موديل خلصنا حفر بالمجنون هاي الشركة اللي كانت تحفر به نعم ميكانيك ما صار عندهم أي مشاكل في حين مجنون هو من أصعب الحقول الموجودة بجنوب العراق يعني بي أوفر بشار بي لوت كلش عالي بي نستابلت كلش عالية بي كيك وبي فلو للغاز زي يصير يعني فده وصق مجنون يعني بصراحة طبقة المشف عفومون دكتور طبقة المشف نعم. المشف فورميشن لا لا كله احنا نسوي احنا هذا جاي نسوي كله شوف هسه احنا هنا من ابر فارس اللي هو اول تكوين لحد احمدي اللي هو انا تارجت عندنا مشرف جاي نسوي له بروفايل كله وكل كل كل انترفال اللي هذا انترفال هذا الثاني هذا الثالث كل انترفال عندنا فت ريكومندد ويت بي كل انترفال دكتور العفو باي ذا واي يعني سؤال هيك فضول يعني مثلا هو الكوست ما تجقد يعني حتى تحاشى الشركات مكلف يعني حتى انه الجيو مودلينج يعني جيو ميكانيك حتى ميسو مودلينج يعني هيك شيء والله صعب صراحه هو لا مو مكلف يعني مثلا يعني الصرف اللي يصير بالبير هو البير جاي نحفر يعني انت باعتبار انت تشتغل بشركه اوبريتر 15 مليون تقريبا بالحدود هاي 15 مليون وذن صحيح يعني انت تجيب لك دراسه ما تكلف لك 100 150 ترى ماكو مقارنه بين 15 مليون وبين 150 انا ما اعرف قد بالضبط ما جاي انت سعر بس انا جاي اقول لك من تجيب دراسه فك هل قد ماكو مقارنه بين 15 مليون وبين هاي السعر صحيح لا وتبني بيسز كل الاوبريشن راح تكون يعني الجايه يعني اللي انت بالضبط صحيح بعد مكان معين انفل ويل عندك حسب بعتدي انت مثلا حسب ديفلوبمنت الانجكشن باترن كذا هاي كلها تخليك الزمن يعني بالاخير هم كوست يعني اي شكرا جزيلا دكتور يوسف على المعلومه الله يحفظك تسلم حبيبي اذا الله يحفظك دكتور خذ راحتك شكرا جزيلا دكتور يوسف تعبناك يا يعني. الله يخليك الله يحفظك شكرا جزيلا تسلم دكتور شكرا جزيلا جميع الحضور وان شاء الله نلتقيكم شكرا للحضور جميعا الوداع نتمنى لك للجميع ليله سعيده ان شاء الله ان شاء الله مع السلامه مع السلامه